السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كسرى، ودائما كما عودناكم مواضيع متنوعة وضيوف مميزين. واليوم معنا ضيف رح يحكينا إن شاء الله على مواضيع اللي يهتموا بها الكثير مستمعينا، وهو السيد سميح منصور. من هو سميح؟ مدير عمليات شركة نوكيا بالمملكة العربية السعودية، وله خبرة أكثر من 15 سنة في مجال الاتصالات، ويركز حاليا على 5G والببليك واي فاي. حاصل على شهادة مهندس من المعهد العالي للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران الجزائر، عمل وأدار مشاريع كثيرة بعدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط وكذلك أوروبا مع متعامل الهواتف مختلفين لإدارة الشبكات والعمليات الأخيرية. على بالي باللي هكذا كنا نهضروها ما تبانش اكزاكتو موجدار، ولكن ان شاء الله نبدا الحلقه ويهضرنا على تجربته. ولكن قبل ما نفوتوا للضيف تاعنا الكريم نبدا مقدمه خفيفه مع طه. تفضل طه. السلام عليكم ورحمه الله مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات، مره اخرى شكرا لكم على وفائكم بودكاست كسرى. ان شاء الله اليوم راح نحكوا على واحد نقدر نقول يعرف افريقيا ويعرف الشرق الاوسط، مازال ما شفناش واحد عنده هذا البروفيل، فان شاء الله يحكي لنا اليوم على كل ما هو تقني من ناحيه الشبكات، من ناحيه كل ما هو تكنولوجيا 5G 6G، يحكي لنا على الواي فاي ان شاء الله. سميح شكرا جزيلا على اجابه الدعوه، نبدا بكلمه اولى ومن بعد ان شاء الله نبدا في الاسره. تفضل. شكرا زبير وشكرا طه، شرف لي ان حضرت معكم جاست ريسنتلي، يعني ابتديت نتبعكم ولكن رجعت للهيستوري ونقدر ونقدر ناكد لكم انه استفدت واستفدت كثير ان شاء الله. شكرا سميح. دائما احنا نقولوا للضيوف تاعنا احكوا لنا كيف بديتوا حتى من البكالوريا تقريبا، يعني من اختيار التخصص، كيفاش حتى اخترت تخصص نقدر نقولوا هو الشبكات ولا اللاسلكيه ولا في الهندسه؟ والله شوف احنا كيما نقولوا في ذاك الوقت كيما كل شاب جزائري رانا كنا في الليسي تيرمينال ماتيلام، يعني سبيساليتي مات في ذاك الوقت. الحمد لله توفقنا ودينا الباك من العام الاول. بعد يجيك هذاك الاختيار اللي هو راك مجمع مع اصحابك وتحكي، يعني واش من اختيار ما كانش هذاك الوقت مثلا، ما كانش اليوتيوب ولا ما كانش هذه ولا باش تشوف مثلا وتقرا ايتو، وخاصه انه يعني احنا من الناس اللي كان في احنا معين تيموشنت، دونك عندك تلمسان وهران بالعباس، هذو اللي كانوا الاقطاب الجامعيه اللي واحده منهم غادي تقرا فيهم وخلاص، وكان فيهم كاع التخصصات، يعني ماشي لازم تشوف البعيد باش تروح دير تخصص معين يعني. وحنا كان يعني في الجماعه تاعنا ولا الاصدقاء كانوا ناس اوريدي يعني عام قبلنا داو الباك، وكانوا في بالعباس اللي هي يديروا ترونكوما تكنولوجي ترونكوما، تقرا عامين ومن بعد تقدر دير التخصص. دونك احنا كيما نقولوا هذا على الاقل يعطيك نظره اوسع لما تروح دير تكنولوجي وتروح تشوف الجامعه وتشوف معاهد اخرى وكذا، تقدر تختار من بعد. دونك احنا اختارينا هذه الترونكوما تكنولوجي، تقرا مواد تقنيه اللي هي تحضرك من بعد تقرا شيمي جيني سيفيل مات فيزيك يعني، ومن بعد تقدر دير تخصصات. التخصصات انا مهتم بالتوسكي تكنيك، يعني الكترونيك انفورماتيك ايتو. هذا المعهد الاتصالات كان اليبو، كان عندي لحد الان يعني عندي الفاميليا يعني عمتي في الصينيه، دونك تروح لوهران، من وهران باش تروح للصينيه تفوت على هذيك وين كان الجامعات بزاف، كان معهد الاتصالات، كان من المعهد الاساتذه، كان تاع الايتا الكوميرس سيونس كوميرسيال، دونك دائما جفايت نقرا معهد الاتصالات. معهد الاتصالات قعد في راسي فهمت. وكان واحد من يعني من اصدقاء كان هو قارئ الكترونيك، سالته قلت له هذو الاتصالات يعني مثلا واش رايك فيها واش كذا، دونك صحني قال لي مليحه وهذه وهذه، ودرنا دخلنا. كانوا على ليبوك دي ماشي بالكونكور مي بلا موين، شوفوا لا موين تاع المات فيزيك تكنو ايتو باش تقدر تدخل المعهد. ودخلنا المعهد وتلاقينا روحنا نقرو في الاتصالات تلت سنين، ما ندمتش عليها. كانت لي موديول انا فاش عجبتني في المعهد الاتصالات سيكو تقرا من السنه الثالثه، يعني تروازيام اني تما يعني اللي هي السنه الاولى في المعهد، ولكن تارك ديجا في السنه الثالثه تاع الجامعه تاعك تقرا بيولي تيليكوم، يعني لي موديول بيولي تيليكوم. يعني مثلا احنا من بين الموديول اللي قريناهم قرينا الاتصالات عبر الاقمار الصناعيه، هذا موديول حياتك كنت تقرا فيه فهمتني. قرينا موديول اللي هو مثلا في الشبكات في الجزائر كان الثمانينات بدات إريكسون كور تاع الشبكات، عندهم دي برودوي تاعهم اللي هو تاع الكور، كاين موديول نقرو على الكور تاع إريكسون، تما تقدر تقول سيت موديول براتيك. مام في اللاب كان كاين ان كور البرودوي هذا، تروح دير الترافو براتيك تاعك تو على الكور، تما تقدر تقول كنت محضر انك تكمل تقدر تروح تخدم ديريكتومون في الجيري تيليكوم، لانه هذا الكور تاع الفيكس تاع التليفون فيكس يعني. ويعني هذا هو، ودرنا البروجي دو فان ديتود كملنا، ومن بعد نشوفوا على حسب الاسئله تاعكم نحكوا. هل بديت تخدم مباشره بعد ما كملت؟ لا، كملت في 2000 هذيك الصيفيه الفاكونس، تستنى
كاش ما تبعت سيفيات كاش ما دي كونتاكت ايتو وجات لور دابيل تاع السيرفيس ناسيونال ايوا بون مشكله انايا عندك نحكي لك قصه انا تقدر تقول تخد فولونتير لانه كانت في هذاك الوقت كانت لا غراس كانت تجي تاع لي برومو تاع بوينت فيو سيرفيس ناسيونال يعني كانت 77 وبعد جاي تاع 78 يعني مثلا انا اصحابي كاع ما جاتهم لا غراس فهمتني انا البريمير لور دابيل قال لك الناس كاع صبر كما نصبر ما والو انا باغي ندخل للجيش باغي نشوف هذا السيرفيس ناسيونال سي كوا ويعني تقدر تقول فضوليا وما حسيتش بلي ضيعت وقت ولا حاجه ولا دخلت درت سيرفيس ناسيونال كملنا عام ونص تاعنا ومن بعد اترافير لي كونتاكت اللي قراو معنا كنت نعرف واحد في الجي يعني قرا معنا في الانستيتيو وكان هو ديجا يخدم في شركه يعني شركه صغيره سو تريتون كان يخدموا لي ستاندار تليفونيك مع لي زوزين مع لي زادمينستراسيون ايتو كونتاكتيته قال لي مرحبا بك اطلع طلعت نهار الاول طالع باش يعاونني نحوس على خدمه نهار الاول نزلت طلعت في الطياره نهار الاول كي نزلت قال لي راك خدام معنا دونك بديت بدم في هذه الشركه اللي هي سو تريتون كانوا يخدموا برك لي ستاندار ومن بعد بدات التيليكوم في الجزائر اللي هي مع دخول اوراسكوم اللي هو جيزي دونك دخل جيزي صافي دير غادي كاع لي فاندر اللي هما كونستركتور كيما نوكيا هواوي اريكسون ايتو هادو خلاص اوتوماتيكوم غادي تجيهم الخدمه يعني دونك جات الخدمه الكاتيل الكاتيل تحوس على لي سو تريتون بداو يشوفوا في الماركت كاين احنا في الجزائر اليبون كانت كاين ان سو تريتون معروف اللي هو كان يخدم مع الجيري تيليكوم فهمتني دونك هذاك هو ثاني اللي بدا يخدم معاهم واترافير كيما نقولوا احنا لو بيغ بوس ولا لو فونداتور تاع ايمالجي ات ذات تايم كانوا يخدموا معاهم زعما سو تريتون تاع سو تريتون يعني هذه الشركه كان يسموها ايم ال جي انستاليشن اند مينتيننس ال جي كانوا يخدموا مع هادو سموها سوتيت وهذه سوتيت كانوا يخدموا مع الكاتيل داكور وهادو الكاتيل ولا مام كاع لي غروند كومباني يجي يدير لك اسسمنت يشوف لي زيليمون تاعو كيفاش دايرين ايتو دونك كان عندنا حنايا كنا نخدموا في ليكيبمون سموه مايكروويف باسكو بون الشبكه راهي فيها الاف تاع نتورك اليمنت في دي تكنولوجي كان مايكروويف كان بي اس اس كان او اس اس ايتو anyway. حنا كنا في المايكروويف اللي هي لا ترانسميسيون داكور دونك كان عندنا مانيوال هذاك تاع هذاك ليكيبمون هذاك المانيوال انا تقدر تقول خارج من الجامعه بون في الوسط كان العسكر مي راه مازال عندي هذيك الشغف تاع القرايه وتاع الاخر هذاك فليته من ال زد فهمتني هذاك المانيوال فهمت هذاك ليكيبمون واش يدير اكزاكت انا على بالي تما اكزاكتومون واش قرينا مايكروويف ترانسميسيون ايميتور ريسبتور اي تو تضرك راك تشوفها ايكيبمون راك تشوفها كشغل حاجه ماديه فهمتني رحت اون بليس دو سا واش درت احنا في الجامعه بالك انتم تعرفوا السوفتوير اللي هو ماتلاب دونك حنايا ماتلاب هذا هو كان فيه لي فونكسيون تاع التليكوم اللي نسحقوا ثلاث موديماج ثلاث موديسينيا دي فونكسيون واجدين ايتو كاع سيجنال بروسيسين كاع كاين فيه يعطيك صحه دونك حنا اونيتي اوبليجي باش تعلموه وهذاك واش كنت نعرف ما تعلمتش حاجه واحده اخرى يعني بالماتلاب بون هذاك المايكرويف الايكيبمون هذاك المايكرويف اللي كنا غادي نخدموه مع الكاتيل لو كان ما تكونش ما يكونش اون وتكونكتي بالبي سي ودير يوزر نيم والباسورد ما تشوف والو ما تشوف الموني ما تقدرش ما يخدمش اوف لاين تما باش نتايا دير فورماسيون تاع واحد ولا تاع اون ايكيب لازم تاخذهم معك لسيور سيت وين راهم انستالي هذاك ليكيبمون لايف خدام وتكونكتي وتقول له انا تبدل البارامتر هذا انا تبدل البارامتر هذا وكذا 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 دونك انا واش بديت نخدم جاتني الفكره نخدم السوفتوير هذاك السوفتوير كيما راه نخدمه في الماتلاب سيميليه تقدر فوالا سيميليشن تاع ليكيبمون اكزاكتومون سيميليشن تاع ليكيبمون راني نخدم فيها هكذا نخدم بلو موني الفوق للويندوز ايتو وكان عاد في النص رانا عاد شغل مازال ما كملتهاش جا واحد من الكاتيل باش يشوف زعما هذه ايمال جي شكون واش عندهم وهذه بون بيان سور هو جاي سو لانتونسيون بلي غادي تلاقى دي تكنيسيان وصاي يعني الناس غادي انستاليو وغادي نبقى فوق راسهم ونفهمهم وهذه وهذه بدا يسقسي دي كاستيون تيوريك اللي هما بيس اوف كيك يعني شربت ماء بالنسبه للمهندس اتصالات زعما مثلا واتيز سي كوا لا فريكونس قلت له لا فريكونس كذا كذا سي كوا هذه كذا 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 بدا شاف بلي الدعوه راهي ما راهي يحكي مع سي لو ميم نيفو اكزاكتومون لو ميم نيفو قلت له من بعد كي كملنا قلت له نوريك حاجه وريت له السوفتوير بروفيت له باللي باسكو كان عاد في النص تما انت تشوف المنيو مثلا فيه خمسه تاع لي سو منيو انا راني عاد في الدوزيام تما باينه بلي راه اندر كونستركشن فهمتني ماشي قال كوبي كولي ولا حاجه ولا ولا البيرو خلاص داو الخدمه ايماجي ديريكتوم تما كي شاف السوفتوير شاف باللي مهندس اتصالات مع هاد الشركه
سوفتوير اللي كيسون كاع اللي طرحهم كاع جاوبتهم دونك بوركوا با وخلاص بدينا نخدموا وين يعني خدمنا حنايا يعني هاد مع الشركه هاد ترانسميسيون لازم بلا ترانسميسيون ما كانش نتورك يعني يعني مثلا بجايه فيرست كور في بجايه حنا درناه حتى يعني هادي نعاق عليها كل يوم باتو في كارتون باسكو لا بريسيون باتو برا ايتو وحنا درنا هادي من بعد ابري اناني الكاتيل بداو يريكريتيو ديريكتومون بلا يعني ما حتى سي في ما والو هما قالوا لي قال لي خلاص اون فوزا شوازي يعني كان البروجيكت ماناجر تاع مايكروويف سيتي ان الجيريان يعني وفرنسا جاي يخدم في فرنسا وهذه هي دخلت الكاتيل وبدينا نخدموا في الكاتيل يعني شحال قعدت مع الكاتيل تقريبا الكاتيل شوف انا دخلت معاهم 2003 وكملت 2007 كي جيت هنا للسعوديه في 2007 يعني تقريبا ربع سنين واش كانت المهام تاعك في الربع سنين هذا داكور دونك في هذه ربع سنين بديت ان سامبل انجينير اللي هو مايكروويف كيما كنت نخدم في سوتريتون دونك الخدمه تاعنا هو سوبرفيزور تما حنا هما دوك هذاك اللي جا عندنا داك النهار وكان يشوف هاد الشركه شكون ويسقسي لي كاسيون ايتو وليت انا نديرها تما سوا عندك سوتريتون جديد فورمي ايتو باش يبدا يخدم ولا عندك لا سوبرفيزيون دو كاليتي دونك نديرهم ديجا خدامين تروح تشوف الخدمه كيفاش راهي تمشي لا كاليتي تاع الانستالاسيون كيكون عندهم ان بروبليم انترفوني يعيطوا لك بالتليفون ولا تروح سير سيت انسي دو سويت يعني هكذا هذه بوينت في هذه في المايكرويف ومن بعد بداو لي دي زوتر ديبارتمون يكبروا في الكاتيل دونك المايكرويف كاين نوتر ديبارتمون اللي هي البي اس اس اللي هي هذوك لي زونتيل اللي تشوفهم فوق الديار ايتو هذيك راهم كونيكتي مع ليكيب مو سموه بي تي اس هذه راني نحكي لك في الدو جي في البي تي اس والبي تي اس هذاك مكونيكتي مع البي اس سي ومن بعد البي اس سي مكونيكتي مع كور اللي حنا نسموه الكور دونك البي تي اس والبي اس سي هذه كيما نقولوا سي تان سو سيستيم سموه بي اس اس بيز ستيشن سب سيستيم دونك وليت انجينير بي اس اس انجينير بي اس اس نفس سيميلار تو مايكرويف يعني توجور تخدم مع لي سوتريتون توري لهم الخدمات تشوف لا كاليتي تاع الخدمه ايتو ابري بدات لا مينتونونس لازم تخدم لا مينتونونس تكنيكال سبورت مع اوراسكوم اوراسكوم لازم صاي بي تي اس راهي تمشي لازم واحد يدير لها لا مينتونونس ماشي واحد يعني لازم ايكيب دونك تحولت لا بارتي مينتونونس ومن بعد من مينتونونس كنت مينتونونس انجينير ومن بعد مينتونونس تيم ليدر ومن بعد تكنيكال بروجكت ماناجر هذه هي كملتها تكنيكال بروجكت ماناجر تما في الجزائر سي اون بو دير الله يبارك من بعد منها تحولت للسعوديه مشيت للسعوديه منها جيت هنا للسعوديه وباش تجي للسعوديه حنايا في ذاك الوقت كان عندنا ديفيكولتي في حاجه كانوا يجوا بزاف لي زيكسبات ولي زيكسبات اللي كانوا يجوا من رومانيا من اسبانيا كان ان الجيريان في فرنسا جاي كان من ايجيبت وكنا نشوفوا يعني في الاولى يقول لك اكسبات راه جاي انت ديريكتومون تقول بلي هذا راه فايتني بسنوات ضوئيه في الخدمه وفي التعليم ايتو صح بعد ولينا نشوفوا بلي نورمال كيفاه ولا تاخر منه كاع الور بيان سور هو جاي ميسيون و على ليبوك كانت 200 300 اورو بار جور وانت تخلص لوكال دونك خلاص بدات فينا هذيك تاع كيفاش انايا نخدم نفس الخدمه ودي فوا تخدم اكثر منه وهو يديك اكثر مني وباش يعطيك في الجزائر هذه سي امبوسيبل ماشي غيره ولا حسد ولا مي لورغانيزاسيون دايره هكذا فهمتني لا 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 غيره وحسد نقولها لك خويا سميع لا لا صبير والله لا غيره وحسد انا خدمت في شركه اجنبيه والله يجي القاوري يعود يعطي للجزائريين بيخلص فيهم بالباوند ولا يعطيهم بسالير مليح وبعد يجي خوك الجزائري يشد في المانجمنت يبدا يقول له علاه تزيد لهم فهذا تعطيها في هذا زبير صارت له حكايه اللي راه يقول هيك ماشي انا وحدي ماشي انا وحدي ياسر صارت لهم وشفتها ياسر هي هذه تاع هذا البوان تاع لي زيكسبات دوك غادي نقول لك هي قبل ما يكون مام كي كان كاين ماناجير اترونجي قبل ما يولي مولود دي زالجيريان حاكمين المانجمنت ولا دوك انت يا كي يكون واحد بروجكت ماناجر ولا بروغرام ماناجر عنده ديليفربلز لازم يكملهم فهمتني مثلا كي دير كونترا د مينتونونس كاستمر الكاستمر اللي هو ذاك الوقت زعما نقولوا جيزي ولا هذه اون جينيرال يقول لك انا يا تيم تتفاهموا قال جو بونس لازم تفاهموا على خمسه الناس غادي يخدموا لا مينتونونس وانت عندك دروك في اللوكال تيم زوج دونك لازم تجيب دي زيكسبات بصح نورمالمون ها في هذه غادي نبدا نوافقك وغادي نقول لك مام حنا يعني حنا على ليبوك واش درنا نبدا نوافقك باللي جيب الاكسبات هذه تقدرش ما ديرهاش في نابورت كال بروجي سيرتو كي تكون كانت تكنولوجيا جديده ولا مام حنا هنا في السعوديه لا بروف حنا علاش رانا هنايا باسكو هما مازال كاين بزاف لي بوست اللي تقدر ان اترونجي يخدم فيهم بصح من بعد مرور الوقت والناس غادي هنايا لي لوكو غادي يتعلموا
اوتوماتيك ما غادي هما يحكموا بزمام الامور. بصح انايا واش نقول لك تما في الجزائر هذه كنا نحكوا عليها مع زبير لا فيزيون والبلانينغ ويتو. جبت اليوم دي اكسبات خويا انا ندير باللي بار اكزومبل عندي 3 شهور اكسبات مام بوينت في بروجكت مانجمنت اوليو باش نخلص انا 10000 اورو كل شهر على واحد يا خويا ندير نولج ترانسفير من الاكسبات لللوكال سواء اللي كان موجود سواء نزيد نعمل هايرينغ يعني نزيد نكبر التيم. ومن بعد هذوك لي زيكسبات ابري 3 4 5 5 لازم يروحوا ولي لوكو لازم يقعدوا. حنايا في اليبوك تاع الكاتيل في التيم تاع البي اس اس كان كاين التيم تاع المايكروويف وكان كاين التيم تاع الاو اس اس وكان كاين التيم تاع ان اس اس اللي هو الكور ايتو. التيم الوحيد اللي كان 100% الجيريان افتر سيرتن تايم يعني ماشي من الديوان هو كان تيم تلعب ضعيف يتكلم معك. علاش؟ باسكو احنا حطينا استراتيجي ماشي استراتيجي هكا كانت غيره هكذا قال انا نخدم بلي لوكو دونك جيب اكسبات ما تجيبش ماشي ما تجيبش اكسبات بصح فتره محدده. بصح اسن دقيقه سميح انني فاهمك وفاهم زبير. سؤالي اللي نطرحه بكل موضوعيه هو هل المشكل في انه الاكسبات يخلص اكثر من الجزائري ولا انه الجزائري ما يخلصش باللوكال؟ لانه انتيا انني فاهمك انك تقول باللي سيم اكسبرتيز موش سيم سالري هذه اني فاهمها ونوافقك لانه علاه نفس العمل يخدم هو 8 سوايع تخدم انت 8 سوايع بصح ماش خلص كيف كيف. بصح سؤال يطرح نفسه لانه علاه انت راك تحسب الاكسبات انه هذاك السالري اللي يشدو راه يعيش به في الجزائر؟ لا راه يعيش به في الخارج. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاكسبرتيز قيمتها من المفروض تعود كيف كيف. انا نشوف المشكل في طريقة التقييم تاع الإكسبرتيز اللي هي في الجزائر مختلفة. من المفروض الإكسبات ما يخلصش بهذيك القيمة به أصلا ما يجيش بزاف الإكسبات. والحاجة الثانية المهندس الجزائري لازم يخلص حقه. بصح زبير علاه تشوف فيها غير انت؟ أنا نشوف فيها غير نقول لك علاه لأني نعرف ياسر ناس اللي خدموا في شركات أجنبية في الجزائر وعدة حالات تبين لك باللي قضية غيرة وقضية حسد وقضية نختصرها في عقدة خواجة. يعني انتايا تجي انت مهندس والله العلي عظيم عقدة خواجة مضحكة طهما والو شقول عندنا هذيك العقدة تاع النقص يجيهم القاوري ياك هو قا مش قاري في الجامعة ولا قاريبة لك حاجة سامبل يجو يخلصوا عليه قالت لقاه انجليزي ولا فرنسي ولا ساكن في تايلاندا ولا ساكن في اكوادور يخلصوا له طيارة من حاسم سعود الهيثرو من هيثرو القطر من القطر سنغافورة مش عارف من برخال ساكن في اسيا البي تاعو واحد وربع آلاف باوند يتخلص به 10 جزائريين ويبقى لك صرف تدري كريتي بيه كاش بهذا الرسقار. فبصح انت جزائري يستخسر فيك صالير اللي يعيش كبيا معناها كل عارف باللي عارف هو باللي نقولوا مهندس مثال لو يعطيه 40 مليون يعيش بخير عليه قال لا نعطيه انا يعيش بخير عليه مقارنه بالاخرين يعطيه 12 13 والدرام هذيك اللي هو ايكونوميزيها السيف كوست المسؤول ذاك الجزائري ما يروحش يصرفها في الجزائر يروح دراهم الشركة أجنبية شغل يزيد المال بحر فهمني. كان حالة ياسر نعرفهم كان حالة وين عباد نفس الشخص هو في الجزائر يعطوه زوج دوره يروح للخارج يقيموه يعطوله قيمته ساعات ما يفورموهش ميمبا يعود ديجا متفورمي في سونات راك ولا كذا ويعاود يجي للجزائر ميسيون ويعود يخلص في آلافات الأوروات في الشهر يسخسروها فيه لو يعرف اللي كيف. ونعرف حالات أشخاص في جاو جزائريين قراوا في الجزائر كملوا في الجزائر جاو لفرنسا خدموا في شركة فرنسية عادي كي هو كي بعض الناس راحوا خدموا في الجزائر كي حاسبوهم على الأول قال قر جاته نورمال يعطيه كما كان يقول لك يعطيه 500 أورو في اليوم ولا 1000 أورو في اليوم لأنه السيد عنده خبرة. بصح كيف أقوله باللي جزائري كما هما قال لك علاه جزائري كما احنا ويدي في 1000 أورو للنهار ولا 800 أورو للنهار ولا 600 أورو للنهار ولو يصبطوا فيه خاوته يفسدوا له في الخدمه هو كان مانجر فهمني فما يطلعوا له سيستم فورماسيون. عم نقول لك باللي راه المساله اعمق من هذه ابداها من تصرفات الانسان العادي انه لو يشوفك انت يا كون تجي نفس الخدمه يعطوك دراهم هذيك ويعرفك باللي انت كيما هو جزائري يحسدك كون يعود واحد قاوري يقول لك قاوري خير مني ويعرف خير مني وبداها من عقليه مسؤولين على هنايا الدوله الوحيده وان كي يعود عندك جنسيه تاعها تحس روحك محقور والله العلي العظيم. أنا ذكرت في المطار ديري لاشين باش ندخلوا الجزائر باش نديروا لاشين على شرطة الحدود جاء واحد قاوري أجنبي عقبوه قاع قبلنا. هذا ما تشوفها في ولا دولة أي دولة تروح لها تسافر ولو حتى ولو تكون دولة متخلفة ولا دولة عالم ثالث تلقى المواطن تاعها يفوت في وهو العدو بريوريتي ومن بعد ساعات مواطنين تاع الدولة هذيك اللي بخير عليها
قلت تلقى جا تروح لفرنسا مثال عندهم قال دول أوروبية يفوتوا الوالة بعد يراهم أمريكان وكندا ومش عارف شكون وبعد يقول لك all passports. لا 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 والله عجبني هذا all passports راح والله عدي فقست فيها all passports هذه. صارت لي مؤخرا إذا كنت في سفر عمل مسافر مع زملاء هم عندهم الباسبور الفرنسي عقبوا يجروا أنا باسبوري all passports قريب تروح للطيارة الطيارة قاعدوا يستنوا فيها أنا واحد ثلاثة من نساء إثيوبيات برك هنا جماعة أول باسبورت. فحبيت نقول لك باش ما نطولش عليكم هذه أنه مش حالة معزولة. أنا تبان لي بلي عندنا مشكل عقدة خواجة في الدول العربية اون جينيرال. المهم بها بقدة الجزائر سامي حارب للسعودية. ماشي قا سميح يا ودي كاين 700 أنا نعرف ياسر عباد اللي لبس بهم ناس قراو في الجامعة الجزائرة خدموا في شركات وطنية وناس عندهم كفاءة يشهدوا لها ما يقيموهمش انتك تقارنوا بالانسان البسيط في الجزائر يقول لك ايه راه مثال تاع سوناطراك نعطيك مثال سوناطراك كاين ياسر ما تخيلش المهندسين تاع سوناطراك اللي راهم دركا في دول الخليج ولا اللي راه قايمه عليهم شركات في الخليج الجزائر تتعب ولا خاطر ماشي سوناطراك بركا هاو سامح مثال ونظن كاين امثله كثيره اللي راه في الخليج اللي كانت تمشي الجزائر بهم بعد او قال لك بلي خرجت لانه المعامله ماهيش معامله يعني تليق بالانسان سمع هذه هي لا ريزون برينسيبال اللي خرجت لا لا شوف هذه اي مدير مشروع ولا غادي يقول لك الكلمه اللي غادي يقولها لك انت اي مدير مشروع ولا عندك مشروع غادي عندك اداره عندك الكوست وعندك الريفينيو حكينا ثاني على الادون اسامي هاني جالك بس هذه قصه الاكسبات والناس اللي جايه من برا خاطرش هي فيها بزاف فيها تفاصيل بزاف يعني صح هذه اللي حبيت نقولها القصة حجد وتحت الطاولة وفهمتني فيها بزاف تفاصيل بصح انت يا شوف العادي انه عندك مشروع تمشيه وين كان هذاك المشروع اذا كان في الجزائر يا خويا يمشي ب 100% بالجزائريين جيب اكسبات ولا اكسبيرت بون كاين فرق ما بين اكسبير واكسبات صحيت اكسباتك جاي انت عندك بروجي هذا يمشي بخمسة وانت عندك أربعة لازم واحد تجيب هذاك الواحد again انسيستي عليها again تجيب ذاك الواحد شهر شهرين ثلاثة ترانسفير نولج دير هايرينج تكون داير البلون تاعك احنا يا في الجزائر ولا ما في الافريك كاين ديزيكسبات اللي قاعد عام وعامين وثلاثة وربعة وتزوجوا وقعدوا في ذاك البلاد ولا في الجزائر لا ميم شوز كاين الناس جاو ديزيكسبات وراهم قاعدين تما في الجزائر صحيح حياتهم بناوها تما فهمتني دروك ولاو جاو دي سامبل انجينيرز ودروك راهم دي ماناجر وحاكمين شركات دوك احنا كي نحكوا على بروجكت مانجمنت دوك نحكوا على ستاندار نورمال واش لازم دير عندك كوست ريفينيو ريسورسز مانجمنت خاصني واحد دون لي ميديا دونك نجيب واحد من برا الواحد يجيبه اسكو عندك محتاجه دوزون ديكسبيريونس ولا محتاجه اكسبيرت جايبه على حاجه معينه احنا وين احنا شحال من خطره هنا ولا في دوتر بروجي تجيب اكسبيرت فور وان ويك يدير خدمه ويجي رايح هذاك اكسبيرت ولا كاين تجيب دي رسوس تكمل بهم التيم تاعك باسكو البروجي تاعك يحتاج خمسة وانت عندك ربعة مثلا صح اللي كنا نحكو فيه هذاك النهار اللي هي لا فيزيون والتيم بيلدينغ والليدرشيب اللي تخليك انه تقول انا يا المشروع هذا يمشي بالجزائريين دروك غادي نجيب اكسبات ولا زوج ولا نجيب 20 اكسبات كاع صح من على شهر شهرين ثلاثة ست شهور الترانسفير نولج 100% الناس تتعلم وتقرا وتدير اليوزر مانيوالز والترينينغز وكذا بون قصه الترينينغ هذه قصه اخرى نحكوا عليها ثاني باش تولي تمشي المشروع تاعك بولاد بلادك اسمع ثاني دير لهم ترانسفير اوف نولج دير لهم ترانسفير اوف الفريكات جماعه ثاني خاف تكرفاهم او المشكل انه كي صرا ترانسفير اوف نولج يبقاو يعطوا في هذاك المهندس ولا في هذاك التكنيسي يعطوا في الزوج دور ولكن يعطوا فيها مقبل فهمتني ما يصراش هذيك كيما نقولوا يقولوا الزيادة النوعية في الكواليتي أوف لايف تاع ذاك الإنسان أنا هذا حبقوله علاه الإنسان عندنا هنا ما يعيشش بكرامته ويقيموه ما يحتاج حتى يروح للخارج باش يقيموه على ما يقيموش بلاده ويعطوه حقه صح بالك ما يخلصش بالدرجة اللي تخلصها واحد عايش في لندن ولا صح أخويا خليه يعيش كومفورتابل تاع الشركة تدخل ملايين دولارات بالك خاصنا نحكي خاصنا المجالات الشركات الأجنبية ولا الشركات الكبرى ولا أنا فاهم أي دولة عندك الماركت ريت صح معروفة هذه عندك ماركت ريت في فرنسا إنجنيور تيليكوم ولا إنفورماتيسيان ولا إنجنيور عنده دوزون دكسبيريونس يدي غادي نقول رقم الراسي 2000 أورو ولا 4000 أو جنسيبا وعنده 10 سنين دكسبيريونس يدي 5000 أورو هذا ماركت ريت أنا في الجزائر كنشوف كي واحد نسمع واحد يقول 5000 أورو بارابور للجزائر اللي هي 100 مليون شحال 5000 أورو 100 مليون تقول شو راني نضيع في روحي صح في الجزائر الماركت ريت تاعها انجينير احنا كي دخلنا في الكاتيل السالير اللي دخلنا به بارابور الماركت ريت وبارابور اللي كنا نسمعوا لي سالير تاع فليسو تريطون
وتاع الناس اللي قبلنا ايتو بالنسبه لنا احنا كنا طوب. دوك نحكي لك انايا هذه نضحككم شويه. كي دخلنا احنا دخلنا خمسه ديريكتومون رحنا فورماسيون لمصر، تعرفنا على بعضنا تما اكثر يعني ما باسيمانا ورحنا كل واحد من وين جاي. انا كنت سوتريتون كاع كنا في دي سوتريتون باسكو ما كانوش كاينين شركات تاع تيليكوم كبار في ذاك الوقت. نحكي لك انايا في 2003 يعني. من بعد قعدنا نقولوا يلا جماعه انترفيو كل واحد شحال دو موندا سالير. انا الفرصه اللي كانت عندي سكو كان عندي صاحبي اللي هو دروك راه وان اوف ذا توب ماناجرز في اوريدو في الجزائر، كان ديجا يخدم في شركه هواوي اللي هي الكونكورون تاع تاع ليبوك الكاتيل. كان يخدم كان يدي سالير 35 في 2003. انا داخل قلت انا يا قلت له انا 45 بصح نيغوسي بلاك شون 45 وحشمان بها راك ايه. ومن بعد كاع حنايا دينا 45 كي سقسيت الجماعه طوب لي دوموندا دوموندا 18 جاي كان يدي ب 12 ولا بالك مليون في السوتريتون. بالنسبه لي كانت 18 راه دوموندي راك ايه. انا كي دومونديت قلت 45 بصح نيغوسي قبل ما يقول لي هو قلت له بصح نيغوسي وفينالمون عطاني 45 بصح كيما نقولوا حنايا ماركت ريت يعني فهمت. انا كنت سوتريتون والله ماني عاقل كاع شكون نخلص كان ما كناش كاع نخلص. دونك عندك تا ماركت ريت باي ذا واي هذاك الماركت ريت هو اللي تبنى عليه البيزنس كيس في الجزائر ولا في اي دوله تبني انت البيزنس كيس تاعك. قال مثلا كذا 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 دونك عندي الريفينيو غادي يكون مليون دولار، عندي الكوست كوست شنو، عندك كوست تاع الترونسبور مثلا في فرنسا وفي الجزائر ماشي كيف كيف، كوست على الانجينيور في الجزائر في فرنسا ماشي كيف كيف، يانسي دو سويت تخرج بيزنس كيس. دونك قادر الكاتيل يبيع هذاك ليكيبمون في فرنسا ب 1000 دولار في الجزائر تبيعها ب 600 دولار باسكو البيزنس كيس ناقص، ودير عندك ريسك اسسمنت وريسورس وتكون ديجا بلانيفي بلي غادي تجيب مثلا زوج تاع لي زيكسبات باش يجيك الجزائر. انا بار اكزومبل رحت للنيجر خدمت في النيجر، انا نروح في النيجر باش يعطيني 4 دولار وما نروحش للنيجر. كانت ذاك الوقت افقر دوله في العالم. دونك في الاكسبات باش الناس تخرج من بلاد لبلاد بغض النظر عن الجنسيه شنو كان ماركت ريت معروف تاع لي زيكسبات 150 200 اورو تروح 300 اورو الا كنت اكسبات. كي بروبوزي لك شركه تقول لك تروح للنيجر ب 50 دولار اللي هي 1500 دولار في الشهر بارابول الجزائر راك مطرطق الدنيا، انت ما قريك خدام ب 45 ما تروحش تقولها باسكو راك شغل واصل مليح صح. ماشي هذا هو الماركت ريت تاع اكسبات باش نروح انا نخدم في النيجر ولا في اوغندا ولا في كينيا ولا في السنغال. بون راك تعرف لافريكا كيما دارت ما عدا ساوث افريكا شغل كرايح يا المرض يا الريسك يا فهمت هكذا يعني. لا انا بس انا علاه نقول لك اسمع انه لو تشوف ارباح الشركات مقارنتك تحكي على البيزنس كيس انا معاك وين ات ميك سنس صح. انا مع الفكره انه نشوف الخسائر الغير مرئيه اللي هي انه ساعات شركات واش يديروا يروحوا يشحوا في الصالير عشان الخدمه تاعهم فواش يصرا لهم يبقى لهم الانسان الرديء حاجه الاولى. الانسان اللي طايق على شقاه وطايق يلقى خير يروح ما يقعدلكش. فالحاجه الاولى انك ماكش راح طايق ماكش طايق في داريزي واحد الكواليتي تاع اليد العامله هذوك راح يروحوا. وبعد واش يصرا لك ثاني اللي يبقى يعود مش موتيفيتد وانت الارباح تاعك الشركه تلقى دخل في ملايين دولارات ولا ملايين ولا بدينارات بصح ما تنعكسش على العامل تاعها ما تخلقش. درك نعطيك مثال روح جوجل وابل وهذو الشركات حتى وراهم كيما نقولوا اكسبشن لا يقاسوا عليها، ولكن انت واش الحاجه اللي تخلي ابل في رحمه ربي تروح تزيد تقول للانجينير تاعها نعطيكم 100000 دولار ولا 200000 دولار في العام زياده هكذا يكون عندي. لانهم راه درك صاري مشكل كبير تاع واحد السكيلز اللي قلال منها قلال باش يلحق لهم ذاك المستوى فباش ما يهربوا لهمش باش كوالكوم ما تسرقش على ابل باش ابل ما تسرقش على تيسلا كذا بيناتهم يخلوه انسان في ديريزو. انا نرجع لك الموضوع تاعنا جزرتي انه الحاجه الاولى قلت كلمه يكونش انسان تخلصه مليح ولا الحاجه الاولى ماكش حد في داريزيه، وثانيا انت كي تجيب دركا اجنبي وتعطيه ياسر انا معاك في ديك تاع انه صح اجنبي ما يجيكش بلا الاخر. فهل تقيدك انك تجيب اجنبي ساعات اللي عنده نفس مستوى تاع اللي راه عندك على ما تروحش تستثمر في اللي راه عندك تقديهم تقريهم في الخارج ويرجعوا ويقولوا يخدموا لك هذيك خدمه وتقدر انت من بعد تستثمر فيهم تزيد انت تبعثهم للخارج وتزيد دخل بهم دراهم. انا كي نشوف هذا هكذاك المنظور تاعنا هنا والو ماذا به ديما نمشي نعمم كيما نقولوا حاله هذه منتشره ياسر انه ماذا به المحلي يقعد ما يعرفش يقعد قابضه مصبوع اللي يوجع باش ما يطيق يدير عليه قراب ما يتجمع له والو ومستعد انه هو هذيك اللي بين قوسين كيما نقولوا دار سيف كوست الصاداريس تاع اللوكلز نهار اللي يحتاج صح واحد هاي لي سكيل يروح يجيب اكسبات ويخلصوا ألوفات الدولارات اللي تقام له اكثر من الدراهم اللي ايكونوميزيها في المحليين والله اعلم.
انا كان عندي سؤال بعد ما مشيت للسعوديه، هل خدمت في نفس تقدر تقول المجال اللي كنت فيه في الجزائر ولا بدلت؟ انا خدمت اكزاكتومون في نفس المجال، تقدر تقول اكزاكتومون لا ميم بوزيسيون اللي هي توجور لا مينتونس، يعني الاوبريشن اداره الشبكات يعني. وكان قصه كيفاش رحت، يعني كان اكسبات جاء اللي هو من تونس، كان اكسبات جاء عندنا ومن بعد خدم شويه ومن بعد جاء للسعوديه، ثم اترافير لوي اللي هو الى بروبوزي مون سي في وين جاي يخدم هنايا، سي توجور مع الكاتيل اليبوك، صح للمانجر اللي كان تما. نالي جات الفرصه انهم انتاجين البروفايل كيما انايا، درت الانترفيو وعديتها بكل سهوله واريحيه. انا برك بالعاني راني نقول هذه خل انه باش ناكد ونعاود، ممكن هدف من الاهداف تاع البودكاست باش نبينوا باللي اللي خارج من الجزائر يقدر يخدم لو بلو نورمال دو موند ويبدع برا. لانه للاسف مازال حد الان كاين بعض بالك ماشي كاع ولا ما عبش حال النسبه، مازال كاين اللي عنده في باله انه اي بلد برا خير من الجزائر، على الاقل في الخدمه ولا في التكنولوجي ولا في العلم ولا في التقدم ولا كذاك الريزولتا. بصح كي دارير اللي راه يخدم ليزانجينيور اللي راهم يخدموا كيما حنايا ايتو سي لو ميم بروفايل نفس الشيء، فهمتني؟ هذه هي. دونك كي درت الانترفيو عديت، سي بون سي بون اوكي خلاص جبتها، لقيت روحي في السعوديه ندور. هي كانت عن طريق صديق، يعني صديقك التونسي رحت اكزاكتلي. تسمى هو احنا كي كنا في الكاتيل كاين مشكل، وهذا مشكل معروف في هذه الشركات الكبيره، تسمى هذه دوك زوبير هذاك وين غادي نزيد يشعل. احنا كي كنا في الكاتيل رانا نشوفوا لي زيكسباتي جو كيما نقولوا حنايا، يديك دايت ويتو. دونك على الاقل على الاقل يا سيدي خلينا احنا نخرجوا. دونك انت باش تخرج تسمى لازم ديميشوني مع الكاتيل الجزائر، و سي طون بروفايل كي فا بارلي دو توا، يعني اتس يور اكسبيرينس او تولك، وتشوف اترافير دي بوات دو ريكروتمون في لافريك ولا وين ما كاين لي بروجي تو. هادوك لي بوات دو ريكروتمون سي دي سو تريتون تاع الكاتيل الام الكبيره، يخافوا يقول لك انا ما نقدرش واحد تسمى اكوز دو مو اللي انت ديميسيونيت مع الكاتيل الجزائر باش نخدمك في مكان في مكان اخر. يقول لك فريمو 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 لازم مانجيوها، غادي نعاقل عليها واحد قايل وي هاف تو مانج هاو يو ويل اكزيت. قصه وتستنى 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 وما ويداوت اني ريزلت. في السعوديه لو مانجر اللي كان اليبوك كان شجاع وكان ذكي وشاف البروفايل باللي فريمو يحتاجه قبل ما نجي، قال لي ما تقولش وراك رايح، قال لي قول راك رايح ساوث افريكا ولا خليهم ينسوك تما في الكاتيل، ومن بعد خلاص الناس قاعد تعرف فلان وين راه. يعني هذه هي. دونك جيت للسعوديه وكانت مع بروجيك مع موبايلي اللي هو الاوبيراتور موبايلي، تما الكاتيل اوبريشن مع الاوبيراتور اللي هو موبايلي. فوالا كنت في المينتيننس يعني كيما كنت في الجزائر، توجور اداره الشبكات يعني لا مينتيننس يعني. فوالا وبعدها يعني في خلال في السعوديه كملت خدم مع الشركه الاولى اللي بديتهم بها. اكزاكتلي. دونك احنا شوف هذا المانجر تاعي اللي كان هو البروجكت مانجر في هذاك الوقت، داكور، هذا معاه قصه يعني. هو ما شاء الله تبارك الله هو انسان تركي صح، يعني ما شاء الله تبارك الله. بديت معاه كوميتون سيمبل انجينير وبديت نتدرج تيم ليدر مانجر كنسيدوسيت، وهو راه يطلع فهمتني مثلا يطلع ويكر فيك معاه. فوالا مثلا هو الحين هو ريجونال مانجر تاع الاوبريشن تاع خلينا نقولوا لافريك، لانه كان ريسامو ميدل ايست ومن بعد بدلوا اورغانيزاسيون. دونك هو راه حاكم لافريك. دونك كي كان هو ميدل ايست انا وليت بروجكت مانجر او اوبريشن دايركتور. رائع. وبعدين لما تدرجت انت واش لاحظت في الفرق بين العمل اللي شفت في الجزائر والعمل اللي شفته في السعوديه؟ هل كان مثلا العمل في السعوديه نظن بصبغه عالميه لانه كان كاين بزاف، قلت لنا المانجر تاعك كان تركي وكانوا كاينين يعني ايد جنسيات وجايين ناس جايين من دول اخرى مقارنه مش كان في الجزائر؟ لا لا شوف حنايا في كي تكون في شركه عالميه نظن وين ما تروح ما تحسش بالفرق، لانه احنا حتى لما كنا في الجزائر خدمنا مع ناس من تونس، ناس من المغرب، من مصر، دي فرنسي، من رومانيا. حتى لما كنت تخرج نتخيل لا هذه مام غير في الجزائر لي بروسيس والاورغانيزاسيون كيفاش خدمه تمشي تو هنا ولا هنا ولا هنا، نقدر نقول سيرتان يعني بورسونتاج سي اكزاكتومون لا ميم شوز. الفرق هو انك انت هنا راك في بلادك كيما نقولوا، انت راك في الكاتيل اللي هو الفندر، وقت تتعامل مع الاوبيراتور اللي هو ذا تايم. انا كنت في مشروع تاع جيزي دونك الميتينغز ولا كاين عندك صحابك. وشو المشروع تاع جيزي اللي خدمت عليه سميح؟ مش اللي عجزك؟ لا احنا كيفاش ما كفته تعجيزي؟
لا تاع لا لا ها هذه دكتور راني نحكي باللهجة تاع الغرب تاع جيزي على بالي على بالي هذه كيما كشكوشة هذه كيما تاع كشكوشة هنا ايوا تفضل فوالا دونك برك لا كولتور اللي تتغير عليك انت راك تخدم مع لوبيراتور اللي هما ناس تعرفهم ونفس لا كولتور نفس الفهامة عندك مام ناس كانوا دي كوليغ يعني دي اللي كانوا معنا في الجامعة هما كانوا الانترفاس تاعنا ايتو تتغير هنايا تلقى روحك اصلا انت جاي عند مع ناس ما تعرفهمش فمام في الكاتيل دونك يو ويل بيلد يور نتورك وي بيلدينغ يور تراست ويعرفوا كيفاش تخدم سي دو سويت ومع لوبيراتور اللي هو على بالك انت داك شغل بون الكاتيل ولا هذا الديريكتور تاعي اللي ات ذات تايم كي بريزونتيك للكاستمر شغل يستنى فيك ما دير حاجه يستنى فيك راك جاي اكسبات فور اكزومبل بالنسبه لهم انا هذا راه جايب اكسبات دونك الا كان سيمبل انجينير ولا دونك هو قادر يقول له هذا وجبت لي ما جبتليش حاجه زياده بارابور اللي كانوا يعني دونك برك الفرق هنا يعني. ايه عبيت تسقسيك برك بحكم اني قلت ان تقدر تقول الكالتشر هي عاده صح كيف راك تقول شركات المالتي ناشونال عاده قاعده كالتشر وتسيد ديرها في كل منطقه كيف كيف يعني حتى لو تبدل منطقه ما تبدلش ولكن الكاين الكالتشر اللي هي الاوتسايد اللي في المجتمع اللي تخدم فيه مش داخل الشركه ف هل ممكن تحكي لنا شويه على الاكسبيرينس تاعك خاصه من هيك الفرق بين الجزائر الدول الافريقيه والسعوديه في تعاملك مع المتعاملين الاخرين اللي هم عاده معظمهم يكونوا بالك محليين او حتى اللاعبين الاقتصاديين الاخرين فمش شرط يعني سواء كانت رسميه او غير رسميه داك شوف هي كما قال لك حنايا اتس اول اباوت بيبل يعني انت اد اند يو ويل انترفيس بيبل فروم ذات كونتري يعني دوك انت في الجزائر خلاص ما كان نحكوا على الجزائر على بالنا العقليه تاعنا كيفاش الخدمه تمشي في لي بودكاست اللي فاتوا كاع اللي كانوا يقولون نقول لهم اه صح صح يعني واحد من الناس اللي كان يحكي اللي هو فور اكزامبل تيم ورك ما تفهمش مع واحد في الخدمه تولي تقدر توصل لعداوه شخصيه يعني فهمتني اللي هو مش ما من جهتي يعني باسكو احنا كبرنا هكذا هذه هي العقليه تاعنا تجي مثلا انا رحت للنيجر فانزو في النيجر تحس روحك هما في النيجر عرفت من بعد كي تخلطناهم ايتو عرفت باللي الناس تاعهم اللي شويه عندهم دراهم ايتو يروحوا يحوزوا ابا كانوا يجي يحوزوا في الجزائر بالنسبه للنيجر زعما الجزائر كشغلك بالنسبه لنا حنايا زعما اليبوك لوروب ولا الامريكان ولا حاجه كبيره ايه. دونك كي يشوفك بلي انت جزائري وبيض وهو فهمتني يعطيك هذيك واحد الاحترام واحد القيمه هكذا شغل انت بروحك تقول هذا هو انا فهمت انت جاي غادي تخدم نفس الخدمه تكنيكال ورك يعني اتس اكزاكتلي ذا سيم ايفريوير صح من بعد تلقاه داير فيك كونفيونس زياده يستنى فيك اكثر قلت لهم باغ اكزومبل في النيجر قلت لهم تريننغ اون ذا جوب ناس بالورقه وستيلو يسمعوا هكذا تقول فريمون فهمت ناس انتريسي بزاف نعطيك اكزومبل اخر خدمت في كينيا في ذاك الوقت جوبونس 2007 2008 2009 في كينيا وقت اوباما وياس ويكان وهذه ما يحكيش مع ما يشوفش في كاع يقول لك حنا اوباما طلع من عندنا كشغل عندهم هذيك دونك تاني تولي بروفي في روحك تكنيك مو باش يقدر يهضر معاك ويقيمك يتو يعني يحكي كاستمر باسكو توجور تكون في الكاتيل صاي يشوف فيك كوليغز ان كوليغ جاي من برا وخلاص بصح توجور ما بين الفندر كاستمر ولا دائما الكاستمر كاين هذاك التعالي شويه يعني هذه معروفه يعني بصح التعالي هذا يجي صاديبون لا كولتور تاعه وكيفاش هو شايف بلاده وكيفاش شايف نتايا ايتو خدمت بون ريموتلي وكان عندي في التيم ناس من نيجيريا انا اي واز شوكت اللي هما بالنسبه لهم نيجيريا از ذا بيست كونتري ان ذا وورلد سيريوز مو هذه مش راني نقول لك سيريوز مو اروح نتوقع نعاه باللي ودي طبعا ودي صح سيدي الجزائر غير كيما نيجيريا لا والو فهمت دونك الا كان هو داير في باله باللي نيجيريا هي از ذا بيست كونتري ان ذا وورلد دونك هذا دخلت انت في كلتشر واحد اخرى وطريقه تاع ماناجمنت واحد اخرى باسكو راه شايف بلي هو خير منك فما قال لك المانجر تاعها بصح عقليه وتكنيك مو ومود دو في تو دونك انسي دو سويت فهمت هكذا يعني تما وين بلاد لي تروح تلقى لا كولتور تاعهم هو كيفاش يشوفك هو كيفاش راه شايف روحه دونك كيفاش التعامل مع هذاك الشخص ولا مع هذاك التيم ولا مع هذاك المشروع على حسب البلاد اللي راك فيها على حسب لا كولتور تاعهم فوالا ومن بعد بمرور الوقت كما قال لك كما احنا في البارو يقول لك الهضره في التيران ايه دونك في الاولى هذيك الايامات الاولى ولا في لي ميتينغ ولا بصح من بعد في الخدمه تهضر كيشوف بلي الخدمه راهي تمشي ولا تفاهم عليه
باسكو عندك بليس ديكسبيريونس ولا مشكل صرا لك وحليته من قبل دونك تحلها في ساعه نهيتو. في هذا لوكا خلاص كيما قال لك يدخل في الخط. كنت حاب نفهم انت كي كنت يصروا لك مشاكل كتيم ليدر ولا كبروجكت مانجر مع ثقافات اخرى كيفاش كنت تتعامل مع الوضع ولا وش هي الخطوات اللي كنت تديرهم؟ هذا سؤال بعض الاحيان لما نكونوا هكا مع جماعه يا اما يطرحوه يا اما انا نبادر فيه. اول حاجه لازم نحطوها از رول اي واحد راه يسمع مدى بيا يا ريت انا نحكي على الجزائر صح خلينا نحكوا على الجزائر اي واحد راه يسمع على الاقل يا ريت لو نطبقوا هذه وهذه معروفه وبالك في بالك ما انتم ما صارت لكم. اليوم راك انجينير داكور انت هو الميور تكنيكمون في جماعتك وشويه شويه هضره وتعرف تحكي وتحضر لي ميتينغيتو خاصنا تيم ليدر شكون يطلع زوبير يطلع تيم ليدر وخلاص زعما انت يا واش كنت از انجينير كان فيك بوادر انك تقدر تخدم تيم ليدر يطلعوك تيم ليدر صاي قعدت تيم ليدر خدمت عامين ثلاثه اربعه جوسيف على حسب لا كارير تاعك وعلى حسب سيتياسيون بصح اسكو داروا لك بريباراسيون باش تكون تيم ليدر كانش عندك تكوين كانش تكوين ما بين من انجينير لتيم ليدر ولا ميم شوز تيم ليدر راك اليوم تيم ليدر ولا ميم دي فوا من انجينير تطلع ديريكت مناجر معليش عندك ناس شافوا فيك بوادر ان تكون مناجر وكذا 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 تطلع مناجر تخدم مناظر بالثقافه عامه تاعك عندك 10 سنين خدمه واش ما تعلمت في حياتك هي غادي تخدم بها كوميتو مانجمنت صح ولا لا؟ انا نعطيك واحد الحكايه حكينا عليها في هذه مع ضيوف واحد اخرين بصح حكينا في واحد الموضوع ثاني مختلف جدا نفس الحكايه لانه من المفروض المهارات اللي تحتاجها لما تكون كما كنت تقول انت مهندس ماهيش نفس المهارات لما تكون مانجر ولا تيم ليدر لانه يدخل فيها مهارات الإدارة يعني إدارة فريق اللي هي أنت ما كنتش تحتاجها قبل واللي تحتاجها يصرى لها نفس الحكاية كما الناس اللي يتزوجوا يروح من حياة عازب وحكينا فيها مع عبد الله أبو ضياف يروح من حياة عازب لحياة متزوج واحد مدلو تكوين كما قلت أنت بالإكسبرينس تاع 10 سنين يقولوا له يروح تزوج راك قادر تزوج ويصروا المشاكل هذيك الحلقة سمعتها ونيشا قلت لها شريكة هذه لازم تقرا عليها صح سي اكزاكتومون دوك انت راك تحول من طريقه عمل الى طريقه اخرى دوك انت اصلا غادي شكل يعني كاين انجينير تيم ليدر بون انجينير حنا نسموهم زعما تكنيسيان المهم تكنيسيان ايفريوان تكنيكال من تكنيكاليتي تيم ليدر يسموك تيم ليدر بعد يسموك مانجر ومن بعد يسموك بروجرام مانجر ولا يسموك كاونتري ليدر ولا سيت ولا سي ليفل سي تي او سي اي او شيف ليفل كل ما تروح من مرحله لمرحله It's totally different. انت باش تكون تيم ليدر لازم لك كما قلت انت يا لازم لك تيم مانجمنت سكيلز فهمتني تعرف باللي عندك تيم عندك كونفليكت مانجمنت عندك بيرفورمانس مانجمنت تايم مانجمنت تايم مانجمنت تايم تاعك والتايم تاع التيم فهمت موتيفيشن بلان للناس دونك هادي انت يا الى من زهرك كنت انجينير وتيم ليدر اللي قبل ولا المانجر اللي قبل ما دارهمش معاك كيفاش غادي تعلمهم كيفاش غادي تعرفهم ما غاديش تعرفهم هذه هي دونك حنايا هذه تاع التيم زعما كيفاك هاو يو ويل مانج يور تيم ديجا هذا علم انا ما حكيناش بصح انا درت لي ترينينغ عندي قصه مع لي ترينينغ في المانجمنت وليدرشيب وهذه في التيم مانجمنت كاين دي ميثود التيم مانجمنت كاين تيم جينيرالمون يحصل فيه كونفليكت عندك كونفليكت وعندك ديفيكولت بيبل هاو تو مانج ديفيكولت بيبل يعني مثلا difficult people واحد حياته انت كل ما تقوله يقول لك اوكي كل ما تقوله يقول لك اوكي انت بالنسبه لك هذا نعمه الورك هو مصنف difficult people هذا ماهوش سينسير ثم قادر ما يكونش قابل حاجه صح ما قريص يقول لك اوكي العكس تاعه هو النو جاي واش ما تقول له هي ويل بيرجين فيديو يعني لا بصح كون ديروا هاك وهاك لا لازم هاك لا نمشي لازم هاك بصح دونك هذه هاو يو ويل مانج يور تيم وخاصه اذا كان دايفرس تيم دوك تدخل فيها كولتشرال يعني انا كما قلت لك تيم اللي احنا هنا في الشرق الاوسط عندنا كاين ناس من الجزائر من المغرب من تونس هذه نورمال من مصر هذا العادي ومن بعد هنايا اللي كاين بزاف اللي هما كونتريز اللي قريبه للسعوديه اللي هما مثلا من مصر من الاردن ومن اسيا كاين باكستان الهند بنغلاديش هادو كل واحد وكيفاش يخمم وكل واحد وعنده المبادئ يعني مثلا بارت من تيم مانجمنت كونفليكت مانجمنت يقول لك ما تنيغوسيش في المبادئ واحد عنده مبدا ما تحكيش عليه يعني ما بانيش انا مثلا احنا عندي في الهند كان يخدم معك واحد هندوسي واحد مسيحي واحد مسلم واحد فهمتني وعندهم
كما حنا كما من حنا مثلا عندنا العيد الكبير العيد الصغير ايتو. هنا في السعوديه مثلا ما كانش 1 جونفي 1 ماي هادو كاع ما كاينينش. هذاك المسيحي ولا عنده ثاني يجي يقول لك باغ اكزومبل باغي ندي داي اوف باسكو دي فوا ما يقولش علاه صوف اذا كنت فريمون اوبن معاه كيحكي لك. لازم تتفهم باللي الدوله اللي راك فيها ما كانش هذا الداي اوف مع ماشي ماهوش قانون تاع دوله صح هو كوميتون في هذيك الديانه تسمح له بينك بينها سيدي اسمح له باش هو يفهم بلي راك فاهمه دونك كان اللويتي بيلدينغ لويتي بيلدينغ تراست سي دو سويت. هذا الناس اللي حابين يشوفوا كيفاش يديروا هذه يروح يقراوا عليها يعني ماهيش حاجه اللي تقدر يعني تقدر ممكن بتجربه او تقرا عليها من الافضل كما انت درت عليها تكوينات. كل ما تقرا على حاجه كل ما تعرف بلي كنت غلط ولا حقيقة ولا إلا كنت تدير حاجة بالثقافة عامة تاعك ولا بالإكسبيرينس تاعك ومن بعد تروح تلقاها في اون ميثود معروفة عالميا ولا بروسيس ولا تلقاها هذيك الحاجة اللي كنت ديرها موجودة على الأقل تعرف بلي كنت راك اسبير ذا انترناشونال ستاندر ولا لي نورم ولا فهمتني. ومن بعد كي تبقى تقرا تبقى تتفاجأ بواحد الصوالح تقول يا صح كون ديرها هكذا كنها صرات لي مع هذاك ولا مع هذاك ولا هذاك كون درت هاد لا ميثود كوراني خرجت من المشكل ولا فهمتني هكذا يعني صح. وهاد لي كور تاع المانجمنت يعني انا نعطيك اكزومبل بالنسبه لهاد لي كور هذه معروفه بي ام بي كاع الناس تقول لك ندير بي ام بي بروجكت مانجمنت بروفيشنال ومن بعد شويه 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 كيطلعوا في لي غرادي تولي عنده شويه دراهم يدي يقول لك ندير ام بي اي ماستر ان بزنس ادمنستريشن. انا صدقني لي دو مش مقتنع بهم على الاقل في خدمتي انا لقيت هاد لي كور تاع توسكي تيم مانجمنت تايم مانجمنت وركينغ اندر ستريس نيغوشيشن سكيلز كوميونيكيشن سكيلز تقرا تشوف واحد الصوالح فريمون فريمون يفيدوك في الخدمه تاعك يفيدوك بريزنتيشن سكيلز بوبليك سبيكينغ. هذه انت ما تقراها لا في الام بي اي ولا تقراها في البي ام بي. هاد لي زورغانيزاسيون كاين وكاين على كل حال بزاف لي زورغانيزاسيون تاع ترينينغز يدير لك سيرتيفيكا باش يدخل دراهم ايه باش نتفاهموا يعني سي فري ما بي ام بي مثلا احنا في الكاتيل ولا الكاتيلوس ولا نوكيا عندهم دير اون بروجكت مانجمنت فريم ورك اللي هي بازي على البي ام بي. دونك انت ما تروحش دير بي ام بي احنا انترنالي عندنا سيرتيفيكا ديرها باش تنجح باش تعرف لي بروسيس اللي لازم ديرهم انسايد نوكيا. دونك انت كي دير هذه ما تروحش دير بي ام بي مي اون ذا اذر سايد هاد لي الكورسز اللي ناكد عليهم اللي هما جماعه دائما كانوا يحكوا للناس اللي جبتوهم اللي هما soft skills. هادو soft skills والmanagement skills والleadership skills وهادو تري 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 important يعني تري important. ويعني هادي كنا نحكو ذاك النهار مع الزبير الناس ما ليش عارفة شرح إماراتية دونك ما تتخيل وش لازم تدير ولا فهمت. دونك start دير في جوجل ولا دير leadership training ولا management training team leadership training خرجوا لك هكذا وكاين كورسيرا كاين هادو اللي المنصات تاع التاليكوش كاينين موجودين فيهم. سمح كان عندي سؤال اللي هو انا كان دائما باقي لي في راسي اللي هو يخص هذوك اللي حكيتنا عليهم لي زونتان اللاسلكيه هذيك اللي حطوهم في الدار. خلينا نحكي شويه على التقنيات. كنت دائما نسال كان زرت يعني عده اقرباء ولا اصدقاء اللي عنده هذاك لونتان فوق راسه كنت حاب نفهم واش كاين لداخل تقنيا. لو تشرح لنا ابدانا من 2G نسموك ذا جي جاي من 2G حتى 6G اشرح لنا واش راه كاين تم طريقه الربط وكيفاه كاين. انا اللي نعرفها من ناحيه اني من الكمبيوتر ساينس عندك الليتنسي عندك الباندويث عندك الباندويث تاع لونتان وتا وش حال يعطي لك انت ككاستمر في التليفون تاعك. اذا كان عندك معلومات ممكن على الاضرار تاعها الصحيه ممكن تعرف ولو انه ممكن مش اختصاصك ولكن قلنا فقط وشي وش يمكن في اخر ان شاء الله كي تبدا تحكينا على 5G كيفاش نقدروا ان نحطوا 5G في المدن اليوم لانه الرينج تاعهم صغير. تفضل خليك تحكي لي يعني هذه المعلومات اللي عندي طرحت لك الاسئله. تفضل. صح داكور نبداو بالحاجه السهله اللي معروفه عند كل الناس اللي هو التليفون فيكس. اخي متى ما بدات لا كومونيكاسيون كيما نقولوا حنايا بون مقبل وقبل بكري كانت اونلي 1 تو 1 يعني داكور هنا واحد هنا واحد هنا وبيناتهم سلك وخلاص. التليفون فيكس كيفاش تمشي انت عندك هذاك التليفون في الدار برونشي يا اخي بسلك باش نسهلوها باش نسهل الامور برونشي بسلك هذاك السلك وراه رايح احنا سكون ابل اكسشانج ولا الكور. هاد الكور شاو المهمه تاعه هو انت كي تفورني هذاك النيميرو اللي هو باغي تعيط 00000 باغي نعيط متموشنت للغواط عندي رقم تليفون هو هذاك الكور
يفهم يشوف هاد النيميرو عندها باز دو دوني باللي هاد النيميرو كما في دروك في الاي بي اللي هو الراوتينغ يعني يحدد المسار انه انا عارف بلي هاد النيميرو باش نوصل للغوات لازم دوك نفوت على الجي بلي دا داك داك لي كور يعني ديكور واحد اخرين نوصل للغوات كيوصل الاكشنج ولا الكور تاع الاغوات صاي جاته السينيال بلي راه كاين سينيال راه غادي يروح لهذا الرقم يربط هو في الباز دوني دونك هذا الرقم راه في هذا الفور يبعث لك سينيال يصوني عندك تر في التليفون وراه كاين كيما نقولوا دروك واش كاين تونيل بينك وبين كيما نقولوا من عندي موشن الى الاغوات من الرقم هذا الرقم هذا صاي دير التونيل هذاك هذه هي صح دروك حنايا غادي نقول نسهلوها غير بالعقل هذاك السلك اللي هي الكويفر اللي جاي اللي خارج من التليفون تاعك من الدار رايح غلال الاكشنج ولا الكور اللي كان في الولايه تاعك نقدر واش نديرو هذاك السلك نحوه سي تي موين دو ترانسميسيون عندك ان سينيال غادي يفوت من تما نحو هذاك السلك ونجيبو ان اوتر موين دو ترانسميسيون اللي هو مثلا لي زونتين لي بارابول بارابول هذاك اللي تشوفهم اللي هما اللي جاي داير ماشي هذاك الطويل اللي جاي داير سي اكزاكتومون لو ميم برينسيپ كيما بارابول تاع الدار تترسيفي سينيال عندك كابل نازل يدخل في هذاك شحال اصلا سموه ديمو ياك في تاع الدار ديمو ايه انا كنقول لك حاجه الوالد تاعي يفهم خير مني في هذا الديمو تاع الدار ولي فريكونس وهذه نبقى غير نتفرج يقول لي سنة غادي نطلع نشوف القصعه هذيك خصني ندورها شويه هكذا نجيب اوت بيرد واسترا ونجيب جو دوبلوتات ماني فاهم فيها والو انا على بالي تكنيك مش راه كاين موراها بصح كيفاش ندخل الموني وهذه وبدل لا فريكونس وهذه والله ما نفهم فيها ترم دونك سي اكزاكتومون لو ميم برينسيپ داكور دونك او ليو باش الساتيليت هذاك السينيال جاي من الساتيليت صح نتخيلوا انه عندك بارابول فوق الدار صاي وعندك ان سينيال وجارك اللي مليات عنده بارابول وعنده سينيال يقدر هو يبعث لك بالبارابول تاعه يولي يدير لا ترانسميسيون يبعث سينيال انت تريسيفي هذاك السينيال اترافير لو ديمو اللي هو ديمو تكنيكوم سموه ديمو ديلاتور يعني رايح يفكك هذيك الاشاره باش تولي حاجه مفهومه اللي يرجعها لك في الحاله تاعنا يرجعها لك تصويره في الحاله تاع التليفون ترجع فويس دونك نحينا هذاك السلك اللي كان خارج من التليفون فيكس رايح للكور ودرنا في بلاصته وشنو درنا في بلاصته ترانسميسيون اللي احنا نسموها مايكروويف لي زوند ميكرو الحين من البيت تاعك قول لك كان خارج السلك غادي يخرج فيا هذاك البارابول تروح ديريكتومون كان النوتر بارابول في الاكشنج غادي تريسيفي السينيال تاعك دروك نروحوا للدو جي اللي هي عندك تليفون في يدك السينيال يجيك التليفون دوك هذاك التليفون اللي كان في البيت كان فيكس صح ولا لا دروك غادي يولي موبايل يتمشى يعني دونك باش تماناجي برك لا موبيليتي تاع هذاك الهاندسيت اللي هو التليفون بورتاب لازم دروك تدخل ايكيبمون واحد اخر بكري انت صايد السينيال راه يفوت عن طريق البارابول هذيك موين دو ترانسميسيون سواء تاع الفيكس ولا تاع الباول ولا تاع الموبيل بصح باش نماناجي هذاك الموبيل بلي دروك راه هنا ابري 2 متر راه هي راه يتمشى في السياره كذا نعرف وين راه نبعث له الرايت سيغنال ايتو دونك نزيدو ان اوتر ايكيبمون اللي هو انت تشوفه دروك الفوق بيت البيضه هذيك حنا نسموها شيلتر داخل كاينه حاجه سموها بي تي اس بيز ستيشن سيستم انت هو شغل يماناجي برك دو سينيال ما بين تليفون بورتابل وما بين الريزو ما بين باش يبعث لو سينيال هذاك للاكشنج ابري لو برينسيپ سي اكزاكتومون لو ميم كيما الفيكس تتفورمي نيميرو الاكشنج يفهم هذاك النيميرو هذاك وين راه دروك الفرق انه ما من نيميرو تعيط له راه موفيبل تسمى كل مره يبعث هذاك الموبايل يبعث وين راني راني هنا راني هنا فهمتني راني لا بوزيسيون تاعه سؤال هل في هذه فقط سمهني في 2G تقدر انت واحد تليفون تعرفه وين راه حتى راه مكونكتيف 2G بركة نعرفك وين راه ماشي اكزاكت الزون اللي راك فيها ايه بالزون يعني نعرفكش من اونتين راك تكونكتي فيه واش من اونتين راك تكونكتي فيها فوالا صح يعني ما يقدرش يعرفك بالضبط بصح يقدر يعرفك بلي راك في الزون تاع لونتين هذاك سي لا اكزاكتومون هو هل اللي كونيكتي نظن بس هما في نشوف يقول لك تريانجوليشن درك اذا عندك ثلاثه تاع الهوائيات هذوك هذوك الانتيناز يعرفك وراكم كونيكتي على كل واحده راك تهضر معاها بصح ماشي هي اللي راكم كونيكتد ليها يعرف الديستنس اللي راك على الاول والزوج ثلاثه يعرف كون راك بين بوينتي هاك كيما يقول اكزاكتلي هنا هادوك انا بغيت نسهلها وتدخلت في تريانجولاسيون عمل غبار اكزاكتومون يعني تدخل تفاصيل دوك انت مثلا هذاك الموبيل راك مكونيكتي مع لا زون اللي حنا نسموها سيلول
سيلول سي بور سيسموه ريزو سيلولير يعني هي خليه هذاك البيت الابيض اللي تلقاه في الدار تلقى فيه جينيرالمون 3 زونتان إيه؟ كل اونتان تاخذ 120 درجه تاع كوفرج تاع سينيال واضح دونك 120 120 120 360 دونك تكوفري لك كاع الراوند داكور دونك انت انا الموبيل تاعي راني مكونيكتي مع هذيك لونتان سويفون السترينغث يعني السينيال اللي غادي نبعته غادي نقدر استيمي لا ديستونس ميم اللي راك فيها هذه اللي عم تقول لك على على هذيك لونتان واضح فوالا دونك ابري هكذا يعني انا كاف اللي تحيرني وراه سميت واحد فيديو مره شفته والله ما على بالي وين شفته مي يكون نلقى نحطه يحكي على الريزو جي اس ام هذاك الشيء بشي وكذا مش نورمال يعني نتخيلوا واحد انت تمشي في سياره تمشي 120 كيلومتر في الساعه اي باش تبقى متصل راك تحكي مع انسان كيفاش الالوكيشن تاع الفريكوانسيز للناس بعد كاش تهضر بلا ما يقص عليك يا ودي والله لا العظيم الناس ما همش واعيين بالتكنولوجيا اللي راهي كاينه في تليفوناتهم هذه اذا حكينا برك عن ناحيه الاتصالات ما نحكوش على البروسيسنج باور والكاميرا والجي بي يو وما باليش سبحان الله هي علم كبير خليه كملنا جي اس ام بعد نروحوا 3G بعد نروحوا 4G زوين حتى التليفون فيكس التليفون فيكس لا تكنولوجيا اللي راهي موراه تما انا هي بكل بساطه انت دير نيميرو التليفون وتبعث وخلاص التليفون فيكس ميم كي ترفد هذيك لاطوناتي تسمح هذيك هذيك موراها علم اصلا باش يوصل لك السينيال يسموه 48 فولت باش يلحق لك 48 فولت كاين كاليتي تاع السلك هذاك كيما نقولوا حنايا السلك وكذا وكاليتي سيرفيس اي تو دونك فيها فيها يعني ماشي صح هذه كانت 2G دونك 2G بي تي اس كاين بزاف نتورك اليمنت اللي جوا راه هذيك البي تي اس هي كيما نقولوا نتورك كبيره وفيها بزاف التفاصيل اي تو دونك حنا معليش حنا نبسطوا الامور صح ولا لا 2G هذه كي بانت كانت اليبوك الالكترونيك ومام الانفورماتيك والبروغراماسيون لا كابابيليتي اللي كانت هذاك الوقت تقدر تخرج لك سيرتان ليفل اوف كواليتي تاع تاع السينيال وسيرتان ليفل تاع تاع مام الانترنت في ذاك الوقت كان 2G ومن بعد موراها كان 2.5 سي اون بو دير يعني اف وي كان سي 2.5G اللي هي بعد بدات الانترنت في تليفون لي تليفون الاول خالص مستحيل دير فيه انترنت باسكو كان غير 2G بعد جات الانترنت دونك يبعث لك سينيال تاع الانترنت بصح الدي بي هذا الادج ولا ني غلط فوالا كاين الادج وكاين موراه جي بي ار اس يجي 3G ادج والجي بي ار اس لي دو بازي على نتورك 2G وعلى لا تكنولوجي 2G وعلى لا كابابيليتي تاع لي زيكيبمون اللي كانوا يخدموا للريزو 2G ومن بعد جي 3G باش نزيدو وي كوم فروم ذا توب هي كان ديزورغانيزاسيون انترناسيونال كان اي اي ترابل اي وكان اي تي يو تي انترناسيونال تيليكوم يونيون افسا هادو هما اللي يديروا لي ستاندار قال صاي خلاص التكنولوجي راهي افونسي دونك حنا تاين افونسي بوين دو فيو تيليكومونيكاسيون دونك خلاص السينيال راني باغي السينيال كواليتي اوف سيرفيس كدا والدي بي تاع الانترنت لازم يلحق ديس اماونت اوف سبيد فيها بزاف لي بارامتر كيما كنت انت تقول لاتنسي وفيها كواليتي اوف سيرفيس فيها لي بارامتر فيها التايمرز انت مثلا كي دير ابل كاين اون نورم شحال لابل هذاك ياخذ باش يوصل للوتر كومونيكون وباش يريبوندي عليك تبقاش تستنى نهار وهو باش توصل عنده كاين هادو كاع دي تايمر ديفيني في لي ستاندار ومن بعد هما هاد لي ستاندار اللي يديروه باغ اكزومبل دروك تاع 3 مثلا مور 2G 3G يمدوه لمن يمدوه للفندر اللي هو الكونستركتور نوكيا الكاتيل هواوي إريكسون موتورولا اللي هما يحولوها الى دي زيكيبمون لازم يبني ايكيبمون اللي ريسبكتي هادوك لي ستاندار تو سكي تايمر اي تو حنا مام دي فوا كيكون كان عندنا مشكل اللي هما يسموها انتر اوبيرابيليتي دونك انت عندك ايكيبمون مع هواوي وايكيبمون من نوكيا لازم يخدموا مع بعض هاد لي دوز ايكيبمون ما يقدرش هذا يخدم لي نورم وحده وهذا لي نورم وحده يلفون جامي كومونيكي يلفون جامي دونك يتبعوا لي دو يتبعوا لو ميم ستاندار وكيكون كاين ان بروبليم نرجعوا لا ريفيرونس قال نتا اسبر دي اي تي او ستاندار كدا 92902 تايمر لازم نبعث لك ميساج وتريبوندي لي ويدين 0.5 ملي سكند انت راك تبعث لي ويدين 1 ملي سكند دونك المشكله هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا من بعد بون 3G جي 3G سي اكزاكتومون براتيكمون لو ميم ديزاين تاع 2G برك لا تكنولوجي ولا لي زيكيبمون ولا لي كارت الكترونيك ميم لي سوفتوير اللي خادمين بهم اي سون بلو ديفلوبي على 2G
افيك دي ستوندار جدد اللي تخلي يكون عندك مثلا كاليتي احسن، تكون عندك الانترنت اسرع من 2G انسي دو سويت. مور 3G كما قال لك ودواليك، مور 3G تجي 4G. بصح الفريكونسيز ماهمش كيف كيف، ماشي كيف كيف. 2G فريكونس و 3G فريكونس و 4G فريكونس و 5G فريكونس. سو الا كانوا كيف كيف تما غادي تلغي، تولي تلغي اللي قبل. ماشي هذا هو اللي راح اصلا، يعني لحد الان كاع كاع النتورك في كاع العالم فيه 2G وفيه 3G وفيه 4G وفيه 5G. سؤال، كيفاش سرعوا في الانترنت من 3G ل 4G ومن 4G ل 5G؟ هي لو ميم برينسيپ اللي كنت نحكي فيه ياك. تما انت عندك الناس راهي تتقدم، راه تشوف لا تكنولوجيا راهي تتقدم، دونك بوركو با لا تيليكومونيكاسيون اللي هي الوايرلس. حنا راه نحكوا في ريزو وايرلس، دونك يدير لك ستوندار. قال انا مثلا في 3G نحب تكون عندي مينيموم 40 ميجا بايت بير سكند في دي كونديسيون ايديال. تا هذيك لو كونستركتور باش يديرها عنده دي دكتور ودي انجينيور اللي يديروا الديزاين تاع لي زيكيبمون باش تخرج لها هذيك ديك لا فيتيس. تجي معاها لي ميكرو بروسيسور، لي ميكرو بروسيسور هما لا باز. دونك لي ميكرو بروسيسور هما يتقدموا، تتقدم معاها لا فيتيس دو تريتمون تاع لي زانفورماسيون اللي هما يخلوا يكون عندك هاد لي فيتيس ولي او دي بي انسي دو سو. والوقت راه يفوت، التكنولوجيا راهي تتقدم، تيليكوم راهي يحطوا دي ستوندار اسبر تكنولوجي جديده، يبعثوها الكونستركتور، الكونستركتور يخدم لي زيكيبمون تو ادهير تو ذا نيو ستاندر وباراميترز اللي دارهم هذوك الاي تي او تي. ولا هل 5G يعني كاين واش راهم يقولوا عليها من ناحيه انها تضر بالصحه، ولا يقولوا باللي احنا اليوم انا اللي تحيرنا في الاسئله هذه. اول حاجه انها راح تفوت على تقنيين، ثاني حاجه كيفاه الناس بدات تخاف من 5G وما خافش من 4G واللي قبلها. شوف احنا كي كنا في الانستيتي تاع تيليكوم، نحكي لك انا من 97 2000، قلت لك حنا كانوا عندنا لي موديول بيور مو تيليكوم، ثلاث مو سينيال هادو ترانسميسيون انسي دو سويت. اني عاقل كي اليوم كان عاد 2G، الناس تحكي 2G 2G ولي زونتان وهادي وهادي. كان البروف تاعنا ذاك الوقت حكينا على هذا الموضوع وما عندهاش ان ريبونس، باسكو كاين جمعيات وهادو اللي يديروا النويس على هذا الموضوع، عندهم حق ما عندهمش حق، كاين دي زيكزومبريال ما كاينش، ما عندكش تسمع نويس ومن بعد صرا بوليميك ومن بعد ما كانش حاجه ملموسه ولا دي بروف ولا هذه. حنا كوميتون دي جون تيليكوم على بالنا بها، سي فري هادو سي دي زيكيبمون فينالمون، سورتو هذاك القصعه اللي هي المايكروويف ولا هذاك لونتين طويل، سو سون دي زيميتور ودي زيميتور هاي باور، سي دي مايكروويف. يعني شت المايكروويف اللي عندنا في الدار إيه؟ تقريبا لو ميم برينسيپ تاع هادو، باسكو هو الشايدين هو يجينيري دي زوند، هادوك لي زوند ا اون فريكونس بيان بريسيز تخلي لي موليكول يتحركوا، كي لي موليكول يتحركوا تصرى السخانه. هذا هو المايكروويف داير. ميم اللي اخترعه كان يجرب في حاجه غير ما عندهاش علاقه بهذا المايكروويف تاع الماكله، كان يجرب في حاجه واحده اخرى تاع الترانسميسيون وهذه، وكان اون فاس لونتين كرشاه سخنت. سي فري كرشاه حس الحمان في كرشاه، قال سي با نورمال. بعد كي شاف هذيك لا فريكونس وكذا يدير وكذا، لقى باللي هذيك لا فريكونس افيك سيرتان باور تحرك لي موليكول كي تصرا بيناتهم الاحتكاك تطلق الحراره. سي فري بصح هذيك لا فريكونس تاع هذاك المايكروويف، حنايا هادو دي فريكونس واحد اخرين تاع الترانسميسيون ايتو. بصح سانون باش كو حنا مثلا في لي مانيوال تاع هاد لي زيكيبمون يقول لك ما تقعدش معرض نفسك فور لونغ تايم لهاد لونتان كي يكون شاعل. مي مثلا سمعنا دي كا اللي صراو زعما افيك دي بروف كو ضرهم هادي، ما سمعناهاش. 2G 3G 4G دوك 5G لي ريزو سوسيو اي تو، واحد يقول كلمه خلاص تولي فهمتني لا بوليميك. دوك انا ما نحبش نقول لك يس اور نو، فيهم ضرر ولا ما فيهمش، براني فيهم رانا خدامين والحمد لله. فهمتني راك تشوف. وكاين امور اخطر بهذا، الناس قلقتهم على نعرفوا بلي كاين مهن وين تحتك بالزيت، تحتك بمواد كيميائيه، دخان، هذه تضر اكثر من 5G. الناس برك كيما صار لها كيما الكورونا، عندهم سنين وقرون هما يديروا في اللقاحات ودواء، مشكاوش جات في الكورونا ولا جاوا يتمعلموا، لانه ديما حاجه جديده مش فاهمينها. روح شوف فيديو في يوتيوب يقول لك قغنا عندي. هي كان عندي سؤال ثاني على 4G، على بالنا باللي الاتصالات في 4G هي over IP صح، ماهيش مباشرة. يعني في 2G و 3G تقدر دير اتصالات مباشرة، دائما نشوفها في التليفون يكون connected يفشي لـ 4G، من بعد كي ندير اتصال يعاود يرجع لـ 3G. هل ممكن تشرح لنا تقنيا كيفاش علاش؟ نشرح لك داكو. شوف نبدأوها again بالتليفون فيكس ومن بعد 2G 3G 4G و 5G.
بكري تيليكوم كان عندها ستوندار وحدها، مام لا ترانسميسيون كان ستوندار وحدها، كانت مايكروويف عندها ستوندار اللي احنا نسموه نيك 2 ميجا بايت بير سكند، ومن بعد كان 8 16 32 64 128 انسي دو سويت. كاين انوتر ستوندار اللي يسموه الاس دي اتش، هادو سي دي ستوندار ودي زيكيبمون كيما نقولوا ينخدموا باش يديروا غير هادشي، ما يعرفوش حاجه اسمها اي بي. وكانت هذه هي التليكوم، وهذاك واش تعلمنا والناس كاع في العالم هذاك واش يخدم. اون باراليل كانت الاي بي تي سي بي اي بي والاي بي بروتوكول ها بدا يخدمها وبدا يتطور انسي دو سويت، صح ولا لا؟ بعد واش صرا هذه ديجا، هذا كان تحول حنايا كديزانجينيور تيليكوم ولا الناس اللي تخدم في الدومين تاع التيليكوم، تحولت لا ترانسميسيون من هذاك ستوندار بيورلي تيليكوم الى ترانسميسيون اي بي الى ريزو اي بي. وهذه بدات باي دو واي من 3G لي زيكيبمون ولا تعرفهم بالاي بي ادريس تاعهم، توجي بالاسم والماك ادريس وهكا صوالح اخرين سبيسيفيك كود وانسي دو سويت. من 3G بدات اي بي الريزو كيما نقولوا كي تشوفه من الفوق هو اي بي، بصح لي زيكيبمون ما يخدموش اي بي، يخدموا تيليكوم هذا اللي هي اوديو وانسي دو سويت. انفورميشن ترانسفير هي ترانسفير ديجيتال ولا سيجنالز؟ يعني كي تقولي بلا اي بي معناها بيهايند ذا سينز راها كان كمبيوتر نتورك، يعني شبه الكمبيوتر نتورك. من ايام التوجي لا ترانسميسيون اللي قلت لك انا دروك هذاك 2 ميجا بايت بير سكند، ديجا قلتها 2 ميجا بايت بير سكند صافي دير اتس ديجيتال ترانسميشن صحيح. الفرق وين كان؟ كان بوكو بلوس في الهواء، هذيك لا ترانسميسيون اللي تصرا في الهواء هذاك 2 ميجا بايت بير سكند كان يتحول دي زوند راديو انالوجيك اللي هو هذيك الرسمه اللي تشوفوها طالعه وهابطه هكذا. ايه واضح، مش ديجيتال يولي انالوج. فوالا يولي انالوجيك. ومن بعد ولا كل شيء اي بي، ولات مام في الهواء تبعت اي بي ترانسميشن. واضح، قلت لك هذه التحول اللي احنا صرنا احنا اسرتان ايبوك اللي ما تعلمش الاي بي كيما نقولوا احنا فتاه تران تي اوبليجي تولي تعلم اي بي وتقرا الاي بي باسكو خلاص لي زيكيبو كاع ولا الكومونيكو فيا اي بي بروتوكول. هذا السويتش صرا قلت لي في 3 جي، وعلاش في 3 جي احنا كل ما نشوفوش بصح في 4 جي علاش لازم نرجعوا ل 3 جي؟ مازال ما فهمتش هذا. لا هذيك سي دي بارامتر في لا كونفيغوراسيون على حسب لا كاليتي اللي راك فيها انت كي دير ان ابل وانت في الفور جي، قادر يكون السينيال تاع الفور جي اللي راك فيه ما يسمحلكش باش تكون بان بون كاليتي. دونك هو وحده يديسيدي ينزلك للتروا جي باش تكون عندك ان بون كومونيكاسيون. وهادو سي دي بارامتر سي دي ديسيزيون ياخذهم لوبيراتور. هنايا في السعوديه جو بونس مام في الامارات والشرق الاوسط ما كايناش هادي تاع من الفور جي تنزل للتروا جي، خاطرش هي واش كانت، هي كانت التروا جي كان ريزو كبير ويجي فوقها ريزو فور جي، تبدا تحط الفور جي، انت ما تنحيش التروا جي صح ولا لا؟ دونك كاين شي بلايص الفور جي ماهوش لديك الدرجه مليح، دونك يرجعك للتروا جي باسكو موجود في كل مكان. بصح الكون يكون عندك الفور جي اقوى من التروا جي، بلو غران كو التروا جي، ما يديرلكش هاد العفسه، ما توليش من 4 جي للتروا جي. اظن حتى الفايف جي صار فيه هذا المشكل بحكم انها كما يقولوا هما يسموه مليمتر ويف ولا شو يسموها، انه البنتريشن تاعها البنتريشن لي زوبستاكل ياسر، لازم لي زونتيل بزاف. بهذا السول 5 جي تلقاها اولها في الليفيل الكبار ما تلقاهاش في الليفيل الصغار. نو يا ماشي مات بنتريشن، هي العكس، هي شوف في لي فريكونس كل ما كانت لا فريكونس صغيره يعني مليمتريه وتنزل مليمتر مايكرو انسي دو سويت كل ما تبينيتري احسن في البيلدينغز انسي دو سويت. ولكن كل ما في هذه الحاله كل ما تبينيتري احسن وتكون صغيره ما تروحش بعيد. ايه دونك سي بور سا باش ال5 جي دير كوفرج لازم لك بزاف 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 هذوك لي زيكيمو باسكو كوفرج تاعهم صغير، كاليتي مليحه وسبيد مليح ايتو، يعطيك كوفرج غير صغير. على بها هنا كي نجو نكومونيكو مع لي ساتيليت وكذا نستعملوا شغل لونغ لونغ ويف كيما نقولوا ولا لونغ فريكونسيز. لونغ فريكونسيز اللي باسكو باش تروح لبعيد. ايه الانرجي تاعها ما طاش. نكملوا دائما الاخ سميح، على بالي بلك خدمت انت شويه على المجال الرقمنه وكذا والحكومه الرقميه الاي جوفرمنت، هل ممكن تحكي لنا شويه على التجربه تاعك وخاصه تجربه بوركينا فاسو وكيفاش نقدروا هنايا في الجزائر نعقبوا الاي جوفرمنت؟ كما حكينا مقبل مع ضيوف خاصه يزيد الدقدال سي انه لازم تعود كاينه استراتيجيه واراده من الفوق كاع، خاصه في انه ما يكفيش انه كل وزاره ولا كل اداره تعود هي مرقمنه، لازم يعود كاين نظام اللي هو مركزي ويخلي انه كاع هذه الهيئات وكاع هذه اللي اسمها تكلم مع بعضها. نظن انه السعوديه تقدمت في الدول العربيه مقارنه بالدول العربيه الاخرى تقدمت مليح في هذا المجال.
احنا اولا يعني انا كان عندي الفرصه ان نخدم على مشروع اللي هو في بوركينا فاسو اللي هو الكترونيك جوفرنمنت. وعلاش جاتني هذه الفرصه؟ لانه المانجر تاعي اللي هو نفسه اللي حكيت عليه في الاول لافريك تحت هو از مانجينج اول كونتريز ان افريكا وبوركينا فاسو فرنش سبيكينج دونك كان يعرفني بلي جاي من الجزائر دونك انا فرنش سبيكينج دونك قال لك تساعدني سورتو في لا دوكيومونطاسيون كان 100% فرونسي. منا دخلت انا في هذا الموضوع ومن بعد توغلت اكثر وليت وان اوف ذا ستيك هولدرز يعني اللي خدمت على المشروع هذا ريموتلي ما روحتش ولا خدمت بيديا بصح ريموتلي. يعني المشروع انا كي شفتو دونك لحد الان عندي كاع التفاصيل ايتو كيما نقولوا حنايا تحتاج واحد ينوض الصباح يقول باغي ندير الكترونيك جوفرنمنت. وهذه ماشي غير في الكترونيك جوفرنمنت مام حنا رانا نشكو في الجزائر ما عندناش الانترنت ما سبيد لو كواليتي ايتو ماهيش عندها ما عندهاش علاقه بالجزائر كاين دراهم خاص برك ان ديسيزيون واحد يقول انا باغي نحسن الوضع يعني ماشي باتم معنى الكلمه ولكن بين ليله وضحاها يصرى كل شيء. لا بروف في الالعاب المتوسطيه الاخيره واش صرا في وهران الناس كانت تبارطاجي بال200 ميجا و300 ميجا ولا صح ولا لا صح ايه ما لا راهم جامعين الشعب لا مدايرينهم يعطوهم بالقدره والله زبير انت مين ما يفتح لك الواحد الاخر تدخل فيهم بشوي انا ها انا مش دخل على سمين دخل ان تكرهني الانسان خاصه الدول والمسؤولين اللي قادرين يحسنوا من حياه المواطن كما قال لك بطريقه بسيطه ولكن والو يفضوا يخيلوه بتميزر هكذاك. طيب احنا نحكوا على الالكترونيك جوفرنمنت قلت لك انا في الاول يعني انا استفدت من القسره من لي زانفيتي قعدت منهم عبره ولا ليسن ليرت ولا حاجه كاع من ال زد. اخر واحد كنت نسمع فيه دكتور بلغيت تاع التاريخ هذاك كنت نتبعه انا مقبل نتبعه على بالي بلي يحكي مليح وعنده معلومات مليحيتو كي شفته في الهيستوري يعني ديريكت ما سمعت له. anyway الحاجات اللي استفدتها في الالكترونيك جوفرنمنت نهار اللي جبتو هذاك تاع الجان اسمح لي ما نش عقل يزيد اقدر ما نش عقل لانه ولكن نبه لي الحاجه انا يا الحين انا عندي في الواتساب كاين جروب واتساب مسمينا احنا مع جماعتنا جوفرنمنت كلاود بروجكت وين انا اقترحت لزملاء تما واحد كل مره يقول لي بيزنس ديفلوبمنت وانا باغي افكار انا باغي افكار قلت له هارون اعطيك الافكار. الفكره الاولى هي لا الكترونيك جوفرنمنت ويلا عجبتها الفكره ديال ديجا الاسم يعجبك فاهم بدينا وشرحت لهم درنا كونف كون وشرحت لهم زعما يعني الاند ريزلت واش يقدر يكون بيان سور هذاك واش راني نحوسوا حنا في الجزائر جوفرنمنت الكترونيك كلشي يمشي بموبايل ابليكيشن بيمون الكترونيك الانتر كونكتيفيتي تاع لي زوبيتو داتابيس تاع لي زوبيتو تاع المرضى تاع المريض كاع الامراض اللي عنده انسي دو سويت الجامعه للدراسه الرقميه فهمتني. ولكن نبهني هو الحاجه نبهني انه قال لك هذه معروفه المشكل ماهوش في لا تكنولوجي الما المشكل راهي في القوانين اللي تخليك تقول انه مثلا باش تحط دوسي ما تروحش تحط دير فوتوكوبي تو خلاص انا عندي الداتابيس تاعك ليكستريت ديسونس عندي ريزيدونس تاعك عندي صح فيرمي تاعك مسكاني كل شيء راه كاين في الداتابيس دونك انا الا انت تروح دير دوسي مثلا في الوزاره الفلانيه خلاص بالنيميرو دو كارت باسكو اتس يونيك هذاك هو ليدونتيفيون تاعك في الجزائر نيميرو دو كارت ناسيونال مثلا ادخل تاك 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 نحولهم للدوسي تاعك في هذاك المجال اللي غادي تحط فيه الدوسي وخلاص سهله. والاخ يزيد اعطى لها واحد الاسم سماها ساندويتش رقمنه وانك تدير الرقمنه وما تطبقش القوانين اللي يمشوا من وراها تسماه فوالا تعطيها لي رقمنه فاست فود فاست فود بالصح. انا يا نقدر نقول حاجه واحده اخرى في هذا الموضوع اللي هو لازم نبداو نتاع الاقل انت نهار تقول اي خلاص باغي ندير الرقمنه وكاين القوانين هذا بغيت شيء لازم لك باش تبني نتورك وتبني لي سيرفر والاكشنج وين دير لي سيرفر والديزاين والبلانينغ وتكوموندي لي زيكيبمون ويجو الانستالاسيون تاعهم وهذه كشغل نهار اللي ديسيدي قادر تضرب 4 سنين ولا 5 هي انت دروك انا امام كنت نحكي معاهم في هذاك الجروب قلت لهم دروك عندنا دوز ايتاب لي طاب الاولى عندك لانفراستركتور عبالك في الديجيتاليزاسيون ولا يسموها اسماء مختلفه كاين ديجيتيشن وكاين ديجيتاليزاسيون كاين ديجيتالايزينغ كاين جو نفرقوا باش نختصروا كاين عندك الداتا وكاين لانفورماسيون هذه نتوما داتا اللي هي توسكي بروت ما دير بها والو كيفاش ترجع هذيك الداتا الى انفورماسيون مفهومه لعامه الشعب ولا مفهومه للمسؤولين ولا مفهومه للناس يستفادوا منه دوك انت خاصك تبني الانفراستركتور تاعك تاع الداتا اللي هي وين غادي تستوكي واش من تكنولوجيا تيتيليزيها دروك راه الكلاود مانيش عارف اش غادي يكون من بعد دونك اوتومات كيما هذه تاع البروجي تاع بوركينا فاسو سماوه جوفرنمنت كلاود
ومبني على التكنولوجي كلاود. بصح كلاود برك في البلاد يعني ماشي كلاود اللي هو. وش من عام كان هذا سميح؟ الله بالك 2017 18 16 في هذاك جوي والله ما راني عارف على الاقل 4 5 سنين يعني. دونك باش تبني لانفراستركتور دير لي زيكشانج الى عندك اللهم بارك يعني البيلدينغ اللي تحط فيه لي سيرفر اللهم بارك ما عندك لازم تاخذ ديسيزون باش تبني دير لي الاكسشانج وبعد عندك الانتر كونيكشن ما بين هذا الاكسشانج اوتوماتيك لازم تكون في بروبتيك باش تكون لا ترانسميسيون تري رابيد. اسكو مثلا الجيري تيليكوم عندها الانتر كونيكشن تاع كاع الولايات ولا شرق غرب وسط جنوب؟ اسكو راح يعني هادو كاع هي الانفراستركتور هي اصلا هذه تاخذ وقت. وهاد الانفراستركتور تقدر تيتيليزيها نوت الكترونيك غوفرنمنت مادام عندك انفراستركتور اي تي تقدر تيتيليزيها لي بيرجمون تاع لي سيت تقدر بار اكزومبل داخله هي في الاي غوفرنمنت بصح ماشي الحكومه مثلا. One of the solutions اللي كانت هذه في البوركينا فاسو دوك هذه تنتوما كديفلوبر نورمالمون تعجبكم شت حنايا عندنا لي ديفلوبر عشا لازم لك دي لابتوب ولا بي سي ولا ماك يكونوا بيسون باش ماشي ما يغبنكش في البروسيسينغ ايتو صح. هذه وحده. ولازم لك لي سوفتوير كل واحد ماذا بيه يكون عنده دي سوفتوير اوريجينو الور. هما واش داروا هذه لعامه الشعب تقدر دير لك الفيرتوال ماشين تروح تكريا كيما نقولوا على الدوله تشري فيرتوال ماشين اللي هي عندك افيك انت واش تحب بلا رام شحال بروسيسينغ شحال لي سوفتوير اللي راك حابهم قال مايكروسوفت جافا اكس واي زد عندك فيرتوال ماشين. دونك عندك بي سي نورمال تدخل فيرتوال ماشين في هذا الكلاود تلقى عندك ان انفيرونمون بويسون انفيرونمون فيه كاع لي سوفتوير اللي تحتاجهم. فديبون تكون ديفلوبر ولا مثلا لي ديزاينر يحتاج فوتوشوب وهذوك توسكي ادوبي تو. هذه وحده من الحاجات كي دير هذيك الانفراستركتور وتكون عندك بيان سو تكون حاط مقبل لا فيزيون واش راك حاب دير. من بعد كيجي وقت الالكترونيك غوفرنمنت وخلاص فاتوا القوانين ايتو تولي واش دير تولي دير لا ديجيتاليزاسيون ولا الرقمنات لي بروسيس خاطرش فينال من بعد هي سيدي بروسيس هذوك الداتا راهي كاينه معلومات راهم كاينين قال الكارت ناسيونال كذا كذا المعلومات تاع زبير وطه وسميح موجودين ليكسيدنيسونس انسي دو سويت. دونك تولي لي بروسيس بروغراماسيون دير قال كي يدخل تاع هاد الوزاره باغي تيليشارجي لازم تروح مثلا للديريكتور فلاني باش يابروفي ومن بعد كي تجي الابروفال يجي عندك انت دير اوكي ولا مثلا يجيك انت وان تايم باسورد باش تكونفيرمي بلي راك انت درت لا دوموند. تولي لا ديجيتاليزاسيون تاع لي بروسيس هذه هي هنايا اللي رانا نستنوا باش القوانين تولي تقول بلي خلاص اون فا يوتيليزي النيميريك ولا لا ديجيتاليزاسيون في الخدمه تاعنا ما بين الوزارات انسي دو سويت. بصح الانفراستركتور تقدر تبنيها من دروك والرقم اللي درناه حنايا في بوركينا فاسو اتس بيناتس اتس نوتينغ قهوه غير قلتها لزبير قهوه بالنسبه للجزائر متى راك تحكي على 20 مليون دولار قولوا في الجزائر تولي عشرات لانه الجزائر كبيره وخاصك ترانسميسيون من الشرق للغرب سي دو سويت عشرات الملايين من الدولارات يا ودع 10 ملايين دولار راهي كلاتها خالد التومي ذاك الوقت في حفل تاع افريقيا ولا شي يسموه. قلت لك زبير مين ما يلقاهم يتك عليهم ما يطلقهمش زبير انا اتك عليهم. ونسقسيك راك حكيت على الشق تاع الحكومه وشق تاع التقنيه ولا الشركات كاين شق ثاني مش عارف اذا انتم واجهتوه ولا والو والله اذا عندك نظر عليه وهو الشق تاع الناس في رواحهم يعني قاده تدير رقمنه وتدير الحكومه كذا. هو كان ثاني فيه جانبين جانب اول وهو حاجه الاولى تاع التحكم تاع الشعب ولا الانسان البسيط في التكنولوجيا والثاني تاع هل يثق في التكنولوجيا. تم لنا نعرف عبادك الوقت جاي يخرجوا في درامهم الصراف الالي هذاك ذاك الوقت كي دخلوه يسرط له مليون ما عادكش لما تبكي في الجزائر هنا في اوروبا كذا وما كي يسرط لك ذاك الفريق تاعك تنجم تشكل البنك تاعك كذا يقدروا يجيبوه. بس عم نظن ذكرت تحسنت الامور احسن لما تشوف الناس كيفاش بدات تتعلم تستخدم البطاقه الذهبيه وكذا طب صح. ولكن كاين بعض التخوف انه الناس من التكنولوجيا مازال ماهمش يثقوا. هل عندك كيما نقولوا هنا نظره في هذا الموضوع؟ هذه تجي نحكوا على لا موتيفاسيون ايتو وغادي نعطيك هذا اكزامبل ولا نكته ولا هكذا ناخذوا منها العبره ونكملوا في نفس الموضوع اللي راك تحكي فيه. خاطر انا كنت نشوف على توسكي موتيفاسيون ايتو خرج لي واحد البوست مليح قال لك بعض الاحيان يسيرش فور موتيفاسيون بعض الاحيان الموتيفاسيون هي اللي تجيك. بصح التصويره واشنو دايرين؟ دايرين واحد يجري موراه دب دونك هذيك الجريه هذيك زعما سي كوم سي هذيك وراه موتيفي وراه يجري بصح هو ماشي موتيفي هو الدب راه موراه. سي فري الناس ما تيقش يعني لسبب او اخر صح بشويه ما غادي ناخذ اكزامبل هكذا كي تروح انت يا لوبيتال وباغي هنا مثلا هنايا ما يقبلكش بلا ما تحل ملف
في هذاك لوبيطال، لازم تحل ملف برقم التليفون ورقم الاقامه، ولا كنت لوكال بيان سو برقم الكارت ناسيونال ايتو لاسيرونس تاعك، اتس مانداتوري تفتح ملف عندهم. ما تفتحش ملف ما يفوتكش، ما كانش كيفاش يفوتك تدخل عند الدكتور ولا ميم با لي زيرجونس. لي زيرجونس انت سابق لك كيما نقولوا كيما قال الاخر باقي لا عطسه ويموت، يقول لك تفتح ملف ندخلك. كي ديرها انت يا قانون، قال خلاص يا خويا اللي يروح لوبيطال لازم يفتح ملف، افتح ملف نيميرو التليفون كذا مع البلادراس اذا كان مهم ولا مش مهم، فوتوكوبي تاع لاكارت. بون بعد نهاري تولي كلشي ديجيتال، ما توليش تحط فوتوكوبي، يعني كلشي سيستم كلشي جبداه من باز دو دوني سونترال سي اون بو دير. خلاص تولي تفتح، ما تقدرش تروح، ما تقدرش تدخل. حنا هنايا مثلا نهار اللي وقت كورونا، هذيك لابليكاسيون اللي سقسيتني عليها هذاك النهار سموها توكلنا، داروها دروك راهم طاوروا فيها صح. نهار ذاك الوقت باي ذا واي ماشي غير هنا، كاع دول الخليج كل دوله دارت ابليكاسيون فيها ليطا تاع كوفيد تاع داك الشخص. انت كنت تروح دير تيست يخرج بوزيتيف، بيسكو راك في لوبيتال وراك فاتح ملف ولي زوبيتو راهم انتر كونيكتد، و دونك بوزيتيف هذيك صايره سمعت في لا باز دو دوني بالاسم الفلاني. احنا ذلك خدموا تطبيق اخويا سميح اسمه الله غالب، يتروح له يخرجها لك يقول لك ولي غدوه ولي غدوه اسمها الله غالب. لا لا قصدي انا سبقت نقول لك هذه توكلنا. هنا الدوله شو قالت؟ قالت ممنوع واحد يدخل مكان مغلق الا ويفتح لابليكاسيون توكلنا وتوريها له في التليفون باللي راك نيجاتيف. اي خلاص كاين في الاولى قالك انا ما نديرهاش باسكو احنا ما في واحد الوقت في الوقت تاع الكونفينمون، ولات باش تخرج تما في هذيك لابليكاسيون دير زعما قال باغي نخرج من الوقت فلاني الوقت فلاني وغادي نروح المحل الفلاني اللي هو باسكو عندك بيريمتر تمشي فيه باش تروح تقضي ولا ما تروحش بعيد. ناس قالت لك انا هذا راه يدير لي جي بي اس وتراكين كدا ما نديرش لابليكاسيون، بصح نهار اللي يبغي يخرج هو خارج وخايف حكموك ما حكموكش راك سلكت لها. بصح لا ميم ابليكاسيون قال لك انا باش تدخل المول باش تدخل الادارات باش تدخل ما في الخدمه تاعنا في الخدمه حنايا باش نروح للبيرو كون ما تفتحش توكلنا وتوري له يشوف بلي نيجاتيف ما تدخلش. تسمى هذه هي يا خويا ثقافه اوكي، ما انت ما ديش ثقه، انا ندير ثقه، انا راني عارف ش راني ندير، انا ندير ثقه باللي راني ندير ابليكاسيون لصالح العام وغادي تحسن الخدمات وهذه وهذه وهذه. دونك القانون يقول اكدا. كاين في الاولى كان لا ريزيستونس، هذه معروفه كما قال لك لا ريزيستونس تو تشينج، هذه ات ويل اولويز اكزيست، ولكن بالعقل ما كانش هذيك بين ليلتين وضحاها. يعني انت تبدا بصوالح صوالح خفاف، ما باليش انا يا ما درت الرقم انا يولي كي الشعب يشوف بلي كاين بينيفيت وكاين حاجه اللي هو مستفاد منها. خدوك تقول لها ودي دير هكا يقول لك صح داكور نروح ليطاب الجايه ليطاب الثالثه ليطاب الرابعه، تلقى روحك فول سينكرونيزيشن ما بين البلان تاع الدوله اللي هو الاي غوفرنمنت وما بين الشعب متبع بالسمارت فون. ولا كاين ثاني واحد النقطه مانيش عارف انا في الجزائر الى اي مدى تكون عندها اثر، وهي اللغه. نظن مسؤولين تاعنا ياسر عايشين في الشرخ او كيما نقولوا هنا الديفايد بينهم وبين الشعب، فتلقاه قادر عادي يخرج لك كيما هاك تطبيق اللي راح يستعملوه كاع الناس ويديروا لهم بالفرنسيه. وانا في الكثير من الدول اللي رحت لهم دول تلقاهم ساعات مستوى التعليم تاعهم ماهوش توب، مش عارف قال تركيا ولا حتى دول مثل اليابان، تلقى تاكسي يخدم ما يهدرش لغه اجنبيه، تهدر معاه انجليزيه ما يفهم، تهدر معاه لا اي لغه ما يفهم، يفهم اي لغته، قال تركيه ولا العربيه في السعوديه ولا في دول الخليج ولا قال ساعات باكستاني ولا هندي، بصح تلقاه النظام هذاك دايره باللغه تاعو فهمني. فتلقاه الياباني تلقاه دير كلش النظام تاعو بالياباني، فيه حول حرف انجليزيه، السعودي ولا الاماراتي ساعه ثاني التركي. احنا عادي يدير لك تطبيق اللي لازم الناس يستعملوه، وتلقاهم ساعات يديروا الانجليزيه اذا كان عندهم اجانب، قادر يديروا بالفرنسيه وما يديروش بالعربيه، ونظن ياسر راح يحصلوا فيه. بصح ما على باليش اذا اي درجه هذا السيناريو راهو حادث او راح يحدث، والله اعلم. حنايا هنا مثلا هنا كاين دي زابليكاسيون، مش نحكي على الغوفرنمنت، نحكي لي زابليكاسيون كيما مثلا تاع توصيل الاكل وهادو. كي تدخل اللغه اللي يهضروا بها ميم با ماشي اللغه العربيه، يدير لك هكا مصطلحات تاع الدارجه، زعما يقول لك مثلا مش يقول لك المطعم يحضر الاكل، يقول لك قاعدين نحضر اكلك، داخله في استراتيجيه باش ما يكيت ايزي فور ايفرون، الناس ما تحسش باللي دي بيزي، ما تحسش باللي حاجه كشغل علم، علم هذا لازم تقرا عليه باش تيتيليزي هاد لابليكاسيون ولا هادو.
انا شغل دائما نحب نحكي على هذا الموضوع اللي حكيت عليه ذاك النهار، قلت لك اللي هو التحول من كيورنت مود الى فيوتشر مود. ما هوش تحول سيفري، لازم ديسيزيون بيان سور، بصح ترانسفورماسيون هي الكلمه شغل ادبيه يعني تحول. صح ترانسفورماسيون هي في نفس الوقت علميه وفيها كتب وفيها ترينينغز وفيها سيرتيفيكيشنز هاو تو دو الترانسفورميشن من حاله اكس الى حاله واي. وهذا الترانسفورميشن يعني انت مثلا راك تقول باغي ندير ابليكاسيون اللي لازم تكون محبوبه من الشعب، هي دوك انت مثلا لازم فيها ماركتينغ، فيها ناس من علم الاجتماع اللي يقول لك ايتيليزي اللغه هذه ما تيتيليزي اللغه هذه، فيها بيان سور دي بروغرامر، فيها 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 فيها، ولازم يكون ناس ولا واحد سي اون بو دير اللي يكون ترانسفورميشن مانجر ولا ترانسفورميشن ليدر، كنت تحتاج واحد شيء باش تضمن باللي كي دير هذيك الحاجه كي تغيرت من الحاله اكس الى حاله واي يكون عندها قابليه والناس تتقبلها والناس تبدا تيتيليزيها هكذا. يعني اول المين سيلين بوينت تاع التطبيقات كلها في السهوله، درك وينها فينا الجزائريين اللي مش ماذا به يطلب نقولوا ورقه ولا يعطوها له تد عنده مش عارف شهاده ميلاد ولا يطلبوا منك اداره يقول لك اعطينا شهاده ميلاد ولا شهاده الجنسيه ولا شهاده سوابق عدليه. انا في عوض رحت مرمد في المحكمه ولا تمرمد في البلديه قايله كامله، نبعث مباشره البي دي اف هذاك يعود كيما نقولوا هنا ديجيتال سيجنتشر ولا تعود عندهم النيميرو تاعك نبعث لهم مباشره يخرج لهم. اليوتيليتي تاعها تبان لي بلي هي اقوى حاجه ديرها الماركتينغ، ماشي كيما قالوا لهم راح نديروا له الرقبنه خرج له البيومتريك بعد كي يروح الاداره يقول له دير لي فوتوكوبي على البيومتريك. ما انا جبت لك فيها بيس وكذا. حتى في بعض الاحيان ما تصعبهاش على روحك، تبقى تسمي مسميات غنتها وخمسه من الناس فاهمينهم، الرقمنه والعولمه وهذه ديجا الشعب ما يبقاش يصدقك شراه يقول هذا. نتايا الريزلت هو اللي يهدر، خلاص انت ما تحكيش. بعد قال مبروك عليكم تقدر تخرج الاكستريديسونس ايفريوير ان الجيريا دو سيتويشن، صح ولا لا؟ بعد كي الناس تحبها وتفرح وكل شيء قال على فكره هذه برك 0.01% من الرقمنه. ايوا هي قلت شو هذه الرقمه اش هي؟ الناس تولي تبغي تفهم اكثر، وكي خاطر جات تقول لها انا درت لكم هذه اللي هي تابعه للرقمنه غادي تستفادوا منها كما استفادتوا من الاخر، الناس تولي تحب هذيك الحاجه الجديده وتبقى تيتيليزيها وتجربها. كان عندي سؤال في هذا الجانب، يعني لما كنت تحكي على التحول الرقمي، هل انت لما شفت مثلا في توكلنا في السعوديه ولا في الدول الخليجيه الاخرى، هل كان عندهم الشركات اللي توفر لهم هذه التطبيقات؟ لأنه نتخيل باللي كانوا محتاجين التطبيقات هذو في على عجلة، وكان لازم يكون عندهم إيكو سيستم، يعني مجموعة من الشركات اللي تعاونهم في تطوير هذه التطبيقات ولا اعتمدوا على الخارج. صح عندهم هنا شركات. احنا هنا مثلا قبل ما نحكوا على الشركات طبقوا نظام جديد. شاور النظام الجديد اللي هي انت هي شركة كما احنا نقولوا شركة وطنية، مثلا شركه القطارات كما احنا عندنا SNTF صح SNTF شركه القطارات تابعه للدوله ماهيش بريفي، ولكن تعامل معامله الشركه فيها من السي اي او ونزل كومبيت اورجانيزيشن وكذا، وتحاسبني بالريزلت، تحاسبني الريزلت اللي هو ات ذا اند بالربح بوزيتيف مارجن. بداو بهذه وبعدين واش داروا؟ كاين شركات تو بي امباورد يعني اللي هي تكون شريك مع الدولة في الاتجاه تاعهم. مثلا هذه توكلنا وكاين تطبيق آخر هنا يسموه أبشر، كي تدخل تلقى كاع المعلومات تاعك والمعلومات على الباسبور وقتاش يكمل والسيارات اللي عندك ولاسيرونس، مهم كاع الصوالح اللي يخصوك في هذا البلد موجودة تما. هذه أبشر اللي هي باي ذا واي هي ذا فيرست وان، يعني كيما نقولوا هذه حاجة الأولى اللي بدأوا بها. هذه الشركة اللي دارتها ماهيش دولة، شركة اسمها شركة إكس، أعطوهم المشروع وخرجت لهم هاد الابليكاسيون، والابليكاسيون بيسير مراها كاين تاني نفس الشيء، كاين دي سيرفر وكاين نتورك يعني فول سولوشن. يعني معناته صح ما تعتمدش برك على الدولة، لا لازم يكون عندك شركة تعتمد عليهم باش يدير لك ابليكاسيون فلانية وباش يبدي لك النتورك تاعك من اللي هو الانفراستركتور انسي دو سويت. يعني صح لازم لك الدولة وحدها ما تقدرش تدير، وهذه داخلة توجور في لا فيزيون وفي لا ترانسفورميشن بلان، انه انا باش ندير ترانسفورميشن لازم نقوي. يعني مثلا هنايا كما كاين في اكثر من بلد، بس يعني انا هنا واش راني نشوف، يعني تلقى مثلا بروغرام دايرته مثلا وزارة التعليم مع من؟ مع نوكيا، كما دايرتها مع شركات اخرى ما في مجالات اخرى اللي هي تطوير لوكال بيبل،
في البروغرامينغ ولا في الارتيفيشال انتيليجنس ولا نوكيا بيان سور ولا شركه اخرى عندها على بالها بلي لازم دير هذا الكورس وهذا البراتيك وهذه 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 دونك يوجدوا الاجيال اللي جايه. باي ذا واي السي اي او الحالي تاع الشركه اللي خدمت ابشر اللي هي كيما نقول الكور تاع الرقمنه تاعهم هنا جزائري. رائع. يعني صراحه عندنا كفاءات اللي نقدروا نستفادوا منهم لو نحبوا نديروا الاي جوفرمنت. خلينا نحكوا على التجربه تاعك في الماركت بليس اللي حليته في الجزائر، احكي لنا عليه. ماركت بليس قصه اخرى. انا من بكري عندي البرينسيب تاع نخدم حاجه واحده اخرى. يعني عندك سايد بروجكت دائما 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 سواء باستون يعني على سايد هاسل. ما كنتش عندي وقت فارغ، هذه من ايام الجامعه في الصيف، سواء يكون عندك لارجون بورس انسي دو سويت. وهذا ماشي اول مشروع، يعني قبله كاين مشروع ومشروع يعني اللي نجح شويه واللي فشل عادي، والفشل كما كاع ليزافيتي اللي كانوا هنا، لانك الفشل تتعلم منه. حنايا تقدر تقول في 2019 مريحين هنا مع الجماعه، قلنا يا جماعه واش نديروا في الجزائر؟ لازم نديروا بروجي. دائما هذاك احنا تعرف اللي يكون في الغربه دائما عندنا الحنين للوطن هذه بيان سور، ولكن تقول لازم ندير حاجه in case of، يعني وليت على الاقل عندك خدمه وعندك مشروع يخدم عليك. ولكن انا ما نخممش مشاريع اللي هي مثلا شحان وارض كذا، حاجه تكون state of art يعني، فهمت؟ واش ما كاين، واش كاين واش ما كاينش في الجزائر؟ ماركت بليس. وحنا هنايا نعرفوا امازون غاليه عن التعريف، قال الناس قال العالم يعرفها. احنا وي ار يوزر، يعني احنا نيتولي هنايا انا ماسيف يوزر اوف امازون. يعني قال الماركت بليس نديروا امازون في الجزائر، امازون تاع الجزائر وخلاص. هذه كانت بدايه الفكره. وات ذا تايم الواد كنيس مثلا ما كانش ماركت بليس، كان برك لي زانونس، كان برك اللي هي جوميا المعروفه، معليش حنا نقولوا الاسماء لانه معروفين وغنيين عن التعريف، ولكن من باب انه الماركت بليس الوحيد اللي غادي يكون في الجزائر ميد ان الجيريا اف وي كان سي هو احنا، لانه ديفلوبمنت فروم زيرو done by Algerian people، يعني these engineer IT متزاير، يعني ما بقى مشي قراوا برا ودخلوا ولا ثم قراوا في اليونيفرسيتي الجيريان وديفلوبوا لابليكاسيون وسيت باب ولي بروسيس تاع لي كوموند ولي بروسيس تاع توسكي ماركت بليس ما متزاير. وكنا كان المشروع يبدا يعني الديفلوبمون ونحسنوا في الابليكاسيون ايتو، يعني كيما نقولوا حنا حبه حبه يعني غير بالعقل، حتى وين جات كورونا. كي جات كورونا صاي كانت لازم تسرع باش الناس تلقى تيتيليزي لابليكاسيون باش راهي الناس في الدار وتقدر تبقى دير لا كوموند. وصدقني احنا يعني لما بغينا لونسي قلت لهم خلاص دروك يا ربي نخدموا كل شيء باطل، باسكو دروك سي تي نيسيسيتي افير. يعني كما كان الحال هذاك 2000 كانت احنا في الجزائر، يعني نهار يبداو يديروا كونفينمون ايتو بدات في فيفري مارس افريل ايه 2020 فوالا فيفري مارس افريل 2020. احنا في افريل اون لونسي لابليكاسيون كيما نقولوا حنا غرون بوبليك وبدات تمشي بالعقل بالعقل. ومن بعد هذيك كانت برك سيتياسيون بور كوفرير الكورونا. من بعد بس عاود ولينا ودرنا الاورغنايزينغ وحطينا استراتيجيه جديده ايتو من اكتوبر 2020 وين ولات ماركت بليس ما عندهاش علاقه كيما نقولوا بين قوسين عمل تطوعي بس ناس تخدم وتكوموندي من الدار. كنا دايرين مام اليمونطاسيون جينيرال ايتو حطيناها في لابليكاسيون باش الناس تكوموندي. يعني اوني سور لو ماركت ابليكاسيون ماركت بليس. هل ممكن تعطينا نظره على التطبيق حاليا؟ شكون هما الشركات اللي راهم يخدموا في المجال هذا في الماركت بليس؟ يعني انا لانه في الجزائر لما تحكي له على ماركت بليس يعرفوا فيسبوك المعظم، فهل ممكن تعطينا وش نقدروا نشروا في التطبيق اللي درتوه والتوصيل كيفاش يكون؟ هل هو يمشي في كامل الولايات ولا في ولايه معينه؟ وش هما الحوايج اللي نقدروا نشروهم فيه؟ صح، اول حاجه لما تقول ماركت بليس يعني الترجمه الادبيه تاعها هو يعني مكان تاع ماركت، واللي باش تروح للمارشي راح يكون ماركت بليس ديجيتال. ثم تقدر تقول على فكره فيسبوك لونس، احنا كنا عاد ديفلوبي تو وجات هذيك الفكره تاع فيسبوك. هذا على بالي كنا نضحكوا وانا نقول شكون هادو فيسبوك خلينا منهم، فهمتني زعما باش ما نحطموش رواحنا يعني. ولكن ماركت بليس الحقيقي انه يكون عندك تجاره ان تو ان اللي هي من المشتري لما يشري لغايه ما يوصله بلا ما يكون اكسترا ايفورتس اللي هما الحين تاع لما تكون في الفيسبوك سي فري تحط البرودوي تاعك بصح من بعد تولي كومونيكاسيون تاع عيط له نيكوسي معاه في الفري ولا تبعث له في الميساجري، ما كاش تما تكوموندي تبقى تستنى البرودوي تاعك. هذه ما كان لا في فيسبوك ولا في انستغرام ما كانش هذا. تما هادو فينالمون ماهوش ماركت بليس، ستيل بلاتفورم
to show what you have. هذا ما كان. Si on peut dire, it's a digital catalog. لما صح. المفهوم العام يعني هو واحد عنده كالكو برودوي ولا إن سيري دو برودوي وراء عرضهم. دونك وكأنه كتالوج. صح من بعد انت باش تكوموند هذيك الحاجة. تولي يا إما تبعث له في الميسنجر وتبعث له في الواتساب ولا في الفايبر وتكلمه في التليفون كان يقول لك كلمني كاين فهمني. دونك ماهوش ماركت بليس بالمفهوم اللي هو ماركت بليس تاع ان تو ان تجارة إلكترونية. احنا واش درنا؟ دونك لابليكاسيون كي تدخل اورغانيزيها درنا لها لورغانيزاسيون ان واي انك تشوف مع عدم راك تشري انه هذه ما في امازون ما كايناش. وانا بيرسونال كنت نعاني منها لانه بعض الاحيان تحب تشري مع نفس المحل باش الباكيج يجيك واحد ماشي تشري مثلا ما باليش انا بارفام عند واحد وتشري ديودورون عند واحد اخر دونك هذا يجيك ترونسبور وهذا يجيك ترونسبور تخلص دو فوا لو ترونسبور مثلا. صح في امازون تقدر تشوف البائع تاعك تشوف البائع حاطينه مثلا سود باي اها فهمتني ولو كان تكليكي عليه في لا فيرسيون ويب كي تكليكي عليه كاينه كالكو بار طك تدخل تشوف لي برودوي اللي عنده صح في لابليكاسيون ما كانش صح كنت تكليكي على الفوندور يعطيك لادريس تاعه ايتو بصح ما تقدرش تعرف هو واش عنده اي ما تقدرش تدخل معناها بين قوسين الحانوت الرقمي تاعه فوالا هذه دان كوتي دان نوتر كوتي لو كان اليوم شريت من عند محل وتعاملت معاه مليح وبعث لك هكا وعجبتك السلعه ايتو ابري سي موا مثلا تتعب هذه يعني نحكي على امازون باش تلقى هذاك المحل اللي شريت عليه تروح الاوردرز والهيستوري وتشوف تقدر تقول واش شريت انا هذاك العام هذيك تما من عند هذا دونك هذا هو المحل تروح لا فيرسيون ويب باش تدخل عنده حنايا هذه حنا كوميتون يوتيليزاتور حبينا نوفركم هذا الموضوع دونك انت كي تدخل ليدونتيتي تاع المحل غادي تلقاه باللوغو تاعه تدخل تلقى عنده كاع تلقى واش راه يبيع اون بلوس تقدر دير له فافوريت يعني المحل ويما ماشي البرودوي تقدر دير فافوريت للبرودوي باش تخليه من بعد انت ترجع له والمحل ويما دير له فافوريت تسمى ان امبورت كال مومون تدخل الفافوري تاعك تشوف المحلات اللي عاجبينك اللي بالك عندهم عام واللي كنت تتعامل معاهم ما تبقاش تحوس عليهم وتنسى الاسم ولا هذا ولا هذا كان احنا كيما نقولوا تقدر تقول وي اوفركم سوم تشالنجز اللي كانوا احنا عندنا كوميتيليزاتور في امازون ولا في دوتر ابليكاسيون هنا حبينا نحسنوهم the best of the best في هاد لابليكاسيون سي اون بيدير. كان عندي سؤال من ناحيه الاستعمال هل اليوم معنا بليش حال عندكم واحد مستعمل يعني في التطبيق ولكن هل تشوف باللي الاي كوميرس في الجزائر راح بدا يتحسن؟ احنا نشوف الاي كوميرس بعد ما تدخل في الموضوع لما تكون بعيد وتحكي اي كوميرس تو كل دومين لما تتعمق فيه تعرف التفاصيل اكثر. الاي كوميرس من بعيد يبان لك باللي ما كاش ناس راهي تخدم كالكوزان هكذا ولا بصح لما تدخل عربك تقريبا الناس قاعده تحكي اي كوميرس الناس اللي تحكي كل وقينا نقلبها اي كوميرس بيان سور ماهيش سهله كيما اي كوميرس ودخل وخلاص وغادي تنجح يعني اي كوميرس ثاني دروك راه كيما نقولوا احنا فريم ورك ودي بروسيس ومعلومات لازم تعرفهم باش تنجح في الاي كوميرس ولكن في الجزائر الاي كوميرس نقدر نقول لك باللي نورمال يخدم وناجح والناس كاين دي زانديفيديو اللي راهم يبيعوا ناجحين وناجحين بزاف وكاين بون دي بلاتفورم اللي كيما حنايا الماركت بليس ما كانش بزاف وصاي ساتوريتد يعني ما غاديش يكون عندك 20 ماركت بليس في دوله اتس تو ماتش ثلاثه اربعه هما ذا توب اتس مور ذان انف باش يكون عندك مارشي ساتوريتد فروم بلاتفورم بوينت اوف فيو فهمت مازال الناس وكاين الناس بزاف 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 دايرين دي سيت ويب انديفيديوال ويبيع منه يعني ايه يقول كل واحد يخدم سيت ويب تاعه يحط فيه لي برودوي داكور علاش لانه الماركت بليس ما يلبيلاش طلبات تاعو ما يلبيلاش الاحتياجات نتاعو تبغوا نفصلوا اكثر تفضل يعني مثلا الحاجه انت طبعا الماركتينغ هذا الاي كوميرس اللي يبيع لازم يدير ماركتينغ للاسف معليش بين قوسين للاسف لازم يديرها في فيسبوك او ادز انستغرام اترافير المنصه تاعهم تاع الادز تخلص بار جور انسي دسوي ولحد الان في فيسبوك يعطيك بليزير اوبسيون قال الاند يوزر كي عجبه البرودوي هاو هي ويل باي يعطيك ميسنجر تسمى شغل رجعك ولينا بالرولي ميسنجر تكومينيكي شحال وعلاش وكيفاش وهذه ولا تقدر تحط لو ليان تاع هذاك لو برودوي اللي كي عليه يفتح لك سكون ابل في الاي كوميرس معروفه الكلمه لاندينغ بيج تاع هذاك لو برودوي هذه اللاندينغ بيج بحد ذاتها علم بحد ذاتها كيفاش دير لها الديزاين كيفاش لازم الاند يوزر كي يدخل ديريكتومون راح يشري ما تبعثرلاش النظر تاعه
وما تبعتلاش الفوكس اللي راه دايره باسكو اون فوا الى كليكي من فيسبوك صافي ديرها راه انتريسي دونك زيد الانتريس تاعو خليه كليكي ويدير اوردر ناو مثلا هذه تاع اللاندينغ بيج سي بور سان الناس راه دير دي سيت ويب وحدهم ولا يروحوا كاين منصات العالميه هذوك شوبيفاي ووردبريس هذو اللي ماهوش ادابتي 100% للجزائر ولا لي زانديفيدي ولا لانه هذه منصه عالميه شقده يلبي طلبيه الجزائر ولا لبي طلبيه تونس ولا بوينت فيو ديزاين وبوينت فيو مثلا حنايا نقدر لازم نحط الولايه لازم نحط البلديه حنايا في هذوك ما كاينينش دونك الناس تولي دير سيت ويب تاعها باش يحط هاد التفاصيل اكثر ويدير ديزاين تاعه هو يعني كي اون بو دير هذه مثلا حنا هذه حاجه من الحاجات اللي نخدموا عليهم اللي لازم دروك وان اوف اور سولوشنز هي انك لما تكون عندك ستور يعني ان بوتيك في لابليكاسيون بلاسيتا انت ديجا راك حطيت لي برودوي تاعك تقدر بكبسه زر يعني وان بوتون تردها لاندينغ بيج تختار دي بروتوتايب ولا حبيت كوستمايزيشن هذيك حاجه اخرى تكلمنا وندير لك حاجه سبيسيفيك اونلي فور يو ولكن اللي رانا نخدموا فيها تكون اوريدي تلبي يعني اتس ادابتد للالجيريان ماركت يعني فيها البلديه فيها الولايه اسم اللقب رقم التليفون نسيت السويت يعني شحال عندكم بائع في التطبيق حنايا احنا عابر كان عندي شحال ما دخلش في التفاصيل يعني باسكو بين قوسين الجماعه قال لك انت هو السي اي او تاع الشركه يعني فيها الهايرينغ الماركتينغ نسيت السويت ولكن احنا اصلا عندنا لاست 2 مانث درنا خطوه كان لازم نديروها يعني واحده من الخطوات هذه سمعتها الثاني هنا في قصره اللي هو هذاك تاع اللي يدير لا ليفريزون تاع الفود وقصه وكيفاش نجح نسيت شويه ومن بعد قال لك خلاص صالح تراب حبسنا ايوا حبسنا واحد دو موا فور ري اورغانيزي نسيت شويه حنايا لاست تو مانث تقدر تقول وي ار ان هولد علاش بغينا هذه كانت انيشاتيف من عندي قلت لهم شوفوا كما نكونوا شريقلو 100% مع قوانين الجزائر 100% نحصلوا 99% مانيش معكم بون مانيش معكم اللي هو تو موتيفيت يعني ماشي نتخلى عليهم ولا حاجه ولا علاش يعني مثلا نعطيك انا اكزامبل صغير وبزاف من الاي كوميرسون ما يعرفوش وقادر يتوحوا في لي بروبليم من بعد هذه وقيله تاع الكان ولا مش عارف شكون كان يحكي فيها قال لك الدوله الجزائريه راهي تشوف فيك وراك تخدم صان هاللي يبغوا يطيحوا عليك جبتوا لك 20 سنه لورا نيشا ولا مشي نيشا حنا القانون الاي كوميرس تاع الجزائر يقول لك السيت ويب لازم يكون .com.dz هذا قانون يعني ما تقدرش دير حوايج اخرى علاش .com.dz ولا .dz باش تكون هوستد في الجزائر صافي دير داتابيز تاع لي كليون تكون في الجزائر وهذه ماهيش غريبه هذه مام امازون وما ادراك كل ما تدخل البلاد علاش كاين amazon.fr amazon.uk amazon.com باسكو عالميه amazon.sa سعودي ارابيا amazon.eg كل ما تدخل بلاد لازم دير باز دو دوني تما ديجا ريسامون كانت كاينه بوليميك في فرنسا كنت نشوف لي دوكومونتير على امازون بلي لازم يديروا .fr علاش تاع عندك باز دو دوني تاع الامه كاع اسم اللقب لادريس تنميرو التليفون هذه سيدي دوني كيما نقولوا سكري ديتا يعني انت الشعب كاع عندك المعلومه تاعو نو لازم لي دوني يقعدوا في هذه البلاد وخدم على روحك بصح دير باش تحل موقع دوت دي زد هذا حتى ولو كنت ماكش راح دير اي كوميرس اي موقع لازمك ريجستر كوميرس داك سجل تجاري تمسخيره هذه اذا واحد حاب يدير بلوغ مثال ولا حاب يدير في هذه عندك صح زبير وحنا صراتنا في هذه عندك صح انا كنت حاب ندير موقع دوت دي زد قال لك لازمك ريجستر كوميرس معنا مازال متعاملوا في عام 2022 كلير انا عام 1922 فهمني صالح يا ودي فيقوا روحكم اي معليش دوك شوف حنايا باريزومبل هذه وحده من ليسن ليرنت اللي صرات لي يعني دروك مثلا اليوم كنت نحكي مع واحد حاب يفتح بروجي قلت له غادي نعطيك بعض النصائح غادي على الاقل يو ويل سيف 6 مانث اوف ايفورتس اللي هي مثلا هذه تاع بوينت دي زيد صح تفتح شركه لازم لك ريجيست كوميرس حنا قانون في الجزائر لو نون تاع ريجيست كوميرس هو اللي يعطيك به نون دومين هذه لازم الناس كاع تعرفها اللي راه حاب يفتح شركه يعني باش الناس اللي تسمع لا يفتح في شركه وعنده في باله اسم تاع مثلا ابليكاسيون ولا سيت ويب ولا الا راك باغي تكون الموضوع سهل لو ريجيست كوميرس لو نو لازم يكون هو تاع هذاك لو تريك ولا ثينكس ذات يو وونت تو دو اور لازم تروح تفتح ريجيست كوميرس داكور تروح تجيب حق الملكيه في لينابي كانت تما في ارجنسون تبي تروح تطلب حق الملكيه تاع عن برودوي تروح تجيب حق الملكيه تاع هذاك اسم تاع الدومين باللي هذا تاعي
عاده باش تقدر دير به النون دومين. هذه مثلا حنايا صلات لنا كنا دايرين بلاسيتا.com، ومن بعد كي عرفنا ومام باي ذا واي وزاره التجاره عيطوا لنا خاطر حنا كنا ناشطين بزاف لابيب ويتو، شافوا الدعوه ما تمشي عيطوا لنا ديريكت فلابل هذاك بومشي ليا عيطوا للجيرون ديريكت هما قالوا انت راك حاسب غير واحد وفتح وخدم الاي كوميرس زير لازم لك ريجيست كوميرس. قالوا عندنا ريجيست كوميرس، هي تما عاد عرف بلي رانا اوما عندنا ريجيست كوميرس، حطينا فيه لاكتيفيتي تاع الاي كوميرس في ريجيست كوميرس، دونك رانا عاد اقل ريغلو. بقات هذه تاع بلاسيتا.com لازم ديرها بلاسيتا.dz. من نهار اللي دفعنا الدوسي تستنى 5 شهور باش يعطيك حق الملكيه تاع هذاك الاسم تاع بلاسيتا. خمس شهور على ما كل الناس تدير فيها الدول منه ومنه، خمس شهور يدير بزنس يطلع بزنس ويبيعوا ويدلوا مش عارف السيدينغ والحكايات هذوك ويبيعوا ملايين دولارات. هنا يقول لك باش يعطي غير الاسم يعني. ايه معليش بصح على الاقل يعني شوف كما قالك اون في افيك يعني افيك لي مويان دو بور. دونك انت يا اما ما تديش بزنس. انا معاك يا ملهمي بقى شبكي، انا مع انه الشباب يخدم وما يستناش، بصح انا تخيرني يعني كما حكيت لك انا تخيرني علاه فوالا رانا متخلفين ومازال حابين نزيدو نتخلفوا اكثر، او العالم راه ماشي يستنى فينا. وكان كي تشوف الدول العربيه الاخرى وهربوا علينا، دول الخليج بار اكزومبل راحوا بعيد علينا. حنا الى متى، حتى ما قلتها انت قبيله، حتى الدب الى متى الدب نعرفوه بلي هو حي كنا يجيو رانا ما مش يشوفوا هما فيها بالاولويات. هي لازم توصل معلومه ومعلومه مهمه كثير كيما نقولوا للشعب والمسؤولين، انه الرقمنه والتطور في المجال في المجال تاع الاي تي والرقمنه ماهوش ضد اني بلان موجود سواء في الدوله ولا في لي ديبارتمون تاع الدوله ولا في الوزارات. بالعكس مادام تدير الرقمنه مادام توصل اسرع لاي حاجه دايرها في راسك. بون اني عارفه اي حاجه دايرها في راسك يا مسؤولين ولا ديبارتمون ولا وزارات، الرقمنه غادي تساعدك انك توصل لهذاك اللي باغي توصله، زائد انه خلاص تكون عندك رقمنه وتكون اللي سيرفيس تاعك اللي هما العاديين تاع الشعب. بالعكس هذوك الشعب لي سيرفيس يكونوا بلي بلي ايزي وتكون مواكب لكاع الدول. على الاقل قال انا عندي الكترونيك جوفرنمنت، عندي سيرفيس اكس، عندي سيرفيس واي. كيما قلت انت دوك بار اكزومبل لي نون دومين كي تريزيرفي معروفه، تدخل هذوك لي سيت معروفين تريزيرفي تخلص عندك نون دومين فيهاش حق الملكيه ما فيهاش كذا، وما فيش واحد في العالم ممكن يدي هذاك النون دومين الا اذا انت ما خلصت وما درتش رينوفلومون. دونك هذه هي حق الملكيه تاع نون دومين. دونك ما كلاه دير قانون تعسفي اللي كان حاجه نيميريك ممكن تعوضها مادام واحد راه مخلص هذاك نون دومين صافي دير تاع هذاك الشخص نقطه الى السطر. انا كان عندي سؤال اخير وبعدين ان شاء الله ما نطولوش عليك اكثر لانه الوقت متاخر. انت اليوم جماعه اللي راهم يخدموا في الاي كوميرس مش يعني الماركت بليسز ولكن الناس اللي هم يخدموا ويبيعوا في بضائع في الجزائر، واش نصيحتك ليهم باش يتاقلموا؟ خاطر كاين ناس بزاف مازال ما دخلوش الاي كوميرس، واش نصيحتك ليهم باش يتاقلموا مع الاي كوميرس في الجزائر؟ واش هي النصائح ولا الخصوصيات اللي ما يلقاوهمش في الانترنت اللي هي معروفه العامه واللي هي خاصه بالجزائر؟ اول حاجه باش كيما نقولوا نحكوا النصيحه تكون من القلب وتكون نيشان والواحد يستفاد منها. حنا في الجزائر ريسامون داروا قوانين تاع الاي كوميرس ايتو وعندنا لي كود دو كود تاع اي كوميرس، واحد منهم اللي هو ماركت بليس حاجه كبيره سي دو سويت، وحده منهم اللي هي نيمبورت كيل فوندور يحب يخدم من الدار يقدر يدير ريجيست كوميرس، ما فيش اوكين ادريس دوموندي. هو كود جديد عملوه للناس اللي تخدم ريموت، اصلا هو اسمه بيع كل انواع البرودكت كل انواع المنتوجات. تخيل يعني كود واحد، انا هذه مستغربها ولكن كل انواع البرودكت. يعني انت اليوم راك تبيع التليفونات، غدوه تبيع اللبسه، بعد غدوه تبيع الاكسسواريز عادي لانه مكتوب في الكود كل انواع البرودكت عن طريق الهاتف ولا او التواصل عن بعد. هذا كود باش كون ريغلو نصيحتي يعني. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الاي كوميرس دروك يعني هو تجاره يعني معروفه هذه يعني التجاره. مثلا اي واحد يحب يفتح تجاره ما تروحش انت مثلا في بولفار حط فاتحين كاع دي بيجوتري انت تقول انا غادي نفتح جديد، هما كلهم عندهم 10 سنين ومعروفين لي كاستمر، تقول انا اليوم غادي نجي نزحهم ونفتح بيجوتري. في الاي كوميرس سي اكزاكتومون لا ميم شوز، ولكن الاي كوميرس عنده خصوصيات ولي برودوي معروفه. يقول لك اول حاجه اي حاجه موجوده عند ليموتاسيون ولا عند بيرو كوزميتيك اللي تحت الدار تروح تخدمها اي كوميرس، باسكو شكون اللي غادي يجي يشري عليك حاجه ويخلص عليها لا ليفريزون
alors que يرى عندها يخرج ويشريها لتحت ويشريها بالكريدي اون بلوس. دونك كاين في الاي كوميرس كاين سكون ابل وينينغ برودكت. وينينغ برودكت يعني المنتج الرابح. كاين نوعين، كاين الموسمي وكاين تاع طول السنه. الموسمي مثلا العصاره تاع العصير هذه غادي تكون تشريها غادي تمشي لك فقط البرتقال. كاين مثلا مع بينش هذيك اللي تغلف في اللحم هذيك حراريه هكذا، هذيك كون تجيبها مثلا فوق العيد الكبير ولا فوق الاخر تمشي لك، بصح من بعد اوكور دلاني ما تمشيش. هادو وينينغ برودكت. وكاين تاع فوريفر تركز على الحاجات اللي مش موجوده في الحي تاعك، سي اون بو دير يعني في الحي تاعك، ولا ما تروحش للسوبر مارشي غادي تلقاهم، او انك تجيبها بكواليتي هاي ولا بسعر ارخص. هذيك طبعا الناس تشري عليك اوف كورس، يعني ما ملي هي تحتها وتلقاها عندك رخيصه غادي يطلبها من عندك. ومن بعد اوف كورس ماركتينغ، وما ادراك ما الماركتينغ. لازم تسوق ولازم دير خطه تاع التسويق تاعك. سكي بيان باي دو واي في الجزائر دروك كاين دي زاجونس دو ماركتينغ. انا تواصلت مع ناس فريمون في القمه، يعني واحد ما تخدمش كيما نقولوا كيما كنا نحكوا له من قبل، راك داخل على دومين ما تخدمش بالثقافه العامه تاعك، تخسر في الاول. وكاين اسعار ابوردابل، يعني الناس اللي تخلص في فيسبوك ادز بعض الاحيان نفس السعر ممكن تروح عند اجنس دو ماركتينغ يعطيك ساعتين ولا كل يوم ساعتين بوندون ان سيمان، يعطيك نفس النصائح بنفس السعر وين تجيب نتائج احسن. هذا اللي يبغى انفيستي باش يكون كيما نقولوا لونغ تيرم، قال هذه خدمتي. غير هذاك اللي يقول اليوم غادي نخدم اكوميرس غدوة نخدم حاجة اخرى غدوة بريكولي في هذيك الحاجة، هذيك قصة اخرى. ولكن الا حبيت تبني اكوميرس وتكون اكوميرس وتكون عندك ريجيست كوميرس سي دي جو تبنيها سوين بون باز، عندك ماركتينغ عندك الفيسبوك ادز، هذاك راه علم ما تروحش تعلم وحدك. ثاني هذه نصيحة اخرى باسكو بحر شقدك تتعلم. again كاين اجنس ماركتينغ ودروك ثاني كاين ناس اللي ما شاء الله عليهم سي دي فريلانسر معروفين، تلقاهم في اليوتيوب في التيك توك في هذا التواصل الاجتماعي تتواصل معاه. انا تواصلت مع نفس الشيء، تواصلت مع ناس هكذا دي فريلانسر ماهوش اجنس بصح تشوف المحتوى تاعه تعرفه باللي فاهم، يقول لك انا فريلانسر نخدم معك مثلا بالسيمانه ولا بالنهار ولا نخدم معك شهر، ولا مثلا عندك اليوم باغي دير حمله نخدم معك بوندو هذيك الحمله في هذاك الاسبوع ها هو شحال الريت تاعي، وسيري سيرتان تجيب ريزولتا خير من تبقى تجرب وتفشل وتجرب وتفشل ومن بعد تقول هاد الدومين كاع ما فيهش. ادور كو نو، الدومين هذا فيه تجاره كيفاه كيف التجاره العاديه، وهذا تجاره الكترونيه وهذيك تجاره كيما سي اون بو دير فيزيكال. يعني رائع جدا، شكرا جزيلا سميح على كل هذه النصائح، اشكرك جزيلا على كل المعلومات القيمه اللي اعطيتها لنا. صراحه نسفت كثيرا خصوصا من ناحيه التليكوم، ولكن ايضا من ناحيه الرقمنه اللي حكيت لنا التجربه تاع بوركينا فاسو، وايضا التجربه تاعك في الايكوميرس اللي هي تجربه تمنيت لو خصصنا لها اكثر وقت، لانه يعني موضوع راهو حديث ساعه وكان لازم نطرقوا له بطرق اكثر، ولكن مره اخرى ان شاء الله باش نطرقوا الايكوميرس. ممكن عدنا بزاف ضيوف، ممكن نخموا انا نديروا حلقه يعني مع كل الضيوف اللي جبناها من قبل على الايكوميرس. نخلو لك كلمة أخيرة وبعدين نفوتوا للزبير الختم، تفضل. أنا حبيت نشكركم على هذه المبادرة، وحقيقة قلت لك أنا راني ننصح بها أي واحد نشوفه. أنا نحكي على الجزائري وحتى ناس تانيين معايا في التيم، قلت لهم قال لي يقولوا لي ولكن لغة ما لغة، قلت له راح تستفاد لو تسمع 20% تفهم 20% صدقني راح تستفاد. مبادرة جد طيبة ونتمناكم تكملوا فيها. شكرا جزيلا. كنا نحكوا ذاك النهار مع زبير لا كونتينيوتي وما أدرك ما كونتينيوتي، وكملوا فيها راكو تفيدوا. إذا كانت صدقة راكو تدو صدقات إن شاء الله، وإذا ترجعوها بيزنس فور شور. كان بروبوزل إنه مثلا اجمعوا whoever want to attend، الناس يعني الناس اللي راهي تحضر، قلنا كون نجمعوهم في جروب قوموا بلاد. كنت جبتوا يا فهمتني، يعني جبتوا في كاع لي دومين والناس ناس متمكنة في هذاك الدومين، والناس سواء قاعدة في الجزائر ولا اللي راهي برا، يعني ما شاء الله تبارك الله. وانا يعني انا جد فخور، يعني انا فخور انه انا معاكم ومع ناس كيما هادو، كل واحد فيكم راه ناجح في الدومين، يعني دي زيكزوم تاع نجاح، وراكم تحكوا مع ناس تانيين اللي ان شاء الله يكونوا نفس الشيء يعني ناجحين. يعني فهذه هي يعني شكرا وواصلوا، وراني وراكم راني نسمع ونستفاد كل يوم، خاصه في السياره رايح الخدمه نسمع، راجع الخدمه نسمع. هذه هي اذا كانت موتيفيتينغ ولا تشجيع. شكرا جزيلا، هذه اللي تخلينا نكملوا ان شاء الله. شكرا. الله يسلمك. شكرا اخ سميح، بارك الله فيك، يعطيك الصحه كثيرا، استفدنا منك الكثير ومن خبرات تاعك. وشكرا للمستمعين تاعنا اللي بقاو
ان شاء الله تمتن استفدتم معنا واستمتعتم بما استمتعنا. نلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.